يتحدث يوسف الرهيب المالكي المدير العام لوكالة الأنباء قطر تصريحات الأمير سيد يوسف فتاني فلم تعلمي عن الاحتيال على لقاء جمعه مع فيه الكاتب عددا كبيرا من الأسئلة التي رافقها. السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه التغطية الخاصة والمستمرة من برنامج الحقيقة، لننقل لكم النتائج المبدئية للتحقيقات الجارية بشأن جريمة القرصنة على الموقع الإلكتروني لوكالة الأنباء القطرية وشبكات التواصل التابعة لها، أيضا كما سنسلط الضوء على مخالفات وانتهاكات اتفاقيات حقوق الإنسان وكذلك العهود والمواثيق الدولية ومبادئ حسن الجوار التي خلفتها هذه الحملة وما تبعها من قرارات بقطع العلاقات والتي اتخذتها الدول الثلاث مع دولة قطر. فأهلا وسهلا بكم. من الأسئلة التي رأيتها إذن نحن معكم على الهواء مباشرة في برنامج الحقيقة لنقدم لكم الجزء الأول من هذا البرنامج طبعا والمتعلق بالنتائج المبدئية للتحقيقات الجارية بشأن جريمة القرصنة على الموقع الإلكتروني لوكالة الأنباء القطرية. لذلك اسمحوا لي في البداية أن أرحب بضيوفنا الكرام، العميد عبد الله خليف المفتاح مدير إدارة العلاقات العامة في وزارة الداخلية. عميد عبد الله أهلا وسهلا بك. حياك الله. حياكم الله. والمقدم علي محمد المهندي مدير إدارة الشؤون التقنية بمركز القيادة الوطني في وزارة الداخلية. مقدم علي سعداء ويا مرحبا ومسهلا. مرحبا بك. حياكم الله. لكن خلونا مشاهدينا قبل بداية الحوار بشأن النتائج المبدئية المتعلقة طبعا بجريمة القرصنة، دعونا ننتقل معكم مشاهدينا وأيضا مع الضيوف الكرام إلى قراءة هذا البيان لوزارة الداخلية، حيث كشفت وزارة الداخلية النتائج المبدئية للتحقيقات الجارية بشأن جريمة القرصنة على الموقع الإلكتروني لوكالة الأنباء القطرية والحسابات التابعة لها على موقع التواصل الاجتماعي. وقد أكد فريق التحقيق بأن عملية القرصنة استخدمت فيها تقنيات عالية وأساليب مبتكرة طبعا من خلال استقلال ثغرة إلكترونية في الموقع الإلكتروني لوكالة الأنباء القطرية، وتمكن فريق التحقيق من تحديد المصادر التي تم من خلالها القيام بجريمة القرصنة وجاري الفرز والتحليل لتحديد الأدلة الإلكترونية، بما طبعا يضمن القيام بالملاحقة القانونية والقضائية لمرتكبي الجريمة. كما أكد الفريق بأنه قد تمت عملية تثبيت ملف الاختراق بشهر أبريل الماضي والذي تم استقلاله لاحقا في نشرة الأخبار المفبركة بتاريخ 24 من الشهر الماضي عند الساعة 12:13 صباحا. وأكدت وزارة الداخلية بأنه من منطلق الشفافية والوضوح لدولة قطر ولبيان الجهات المسؤولة عن هذا العمل التخريبي، فسوف يتم عرض جميع نتائج التحقيق من خلال مؤتمر صحفي لوزارة الداخلية فور انتهاء الفريق من كامل عملية التحقيق. وقد أعربت وزارة الداخلية عن شكرها وتقديرها للتعاون المثمر من قبل وكالة التحقيقات الفيدرالية FBI والوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة البريطانية NCA على حسن تعاونها في عملية التحقيقات الجارية والتي أتت في إطار اتفاقيات التعاون الموقعة بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة. إذن فريق من أبرز المتخصصين في التحقيق من دولة قطر والولايات المتحدة وبريطانيا طبعا يؤكد أن عملية القرصنة استخدمت فيها
تقنيات عالية وأساليب مبتكرة مستقلة ثقرة من المواقع الإلكترونية لوكالة الأنباء القطرية. عودة إليك عميد عبد الله. كما شاهدنا قبل قليل البيان من وزارة الداخلية، العملية تمت في تمام الساعة 12:13 طبعا بعد منتصف الليل. بعدها تمت جريمة القرصنة. صحيح. بشكل منهجي بشكل منظم. تعليقك، ما الذي حدث؟ نعم، هو نتائج التحقيق الأولية أثبتت وجود عملية الاختراق. عملية الاختراق هذه بينت السيطرة على موقع وكالة الأنباء القطرية وحسابات التواصل الاجتماعي التابعة لوكالة الأنباء القطرية، ومن ثم تم بث هذه الأخبار المكذوبة والتصريحات المكذوبة. طبعا فيما تلا ذلك تم القيام بإجراءات التحقيق الكاملة، يمكن المقدم علي يعرفك أكثر على نعم. حنا بننتقل إلى المقدم علي. طبعا دعنا نتحدث بعد ما تفضل العميد عبد الله عملية القرصنة والتي تمت بعد 12:13، ما هي الإجراءات القانونية التي اتخذت بعد جريمة القرصنة؟ طبعا في بداية تلقينا بلاغ القرصنة أو جريمة القرصنة، في عندنا احنا غرفة عمليات المركزية للأمن الإلكتروني، الغرفة هذه تتلقى بلاغات مثل هذه البلاغات في القرصنة الاختراقات. في بداية تلقينا هذا البلاغ على الفور في فريق من الخبراء توجه إلى الوكالة، بعدها بفترة بسيطة جمع استدلالات معلومات، تحقق من هذا الاختراق، محاولة الكشف على أجهزة الخوادم الرئيسية للوكالة. بعدها لما كان فيه شبه اختراق أو تأكد الفريق من أن هناك اختراق، على الفور بدأ عملية الإجراءات القانونية لمثل هذه الإجراءات. ومثل ما أنت عارف دولة قطر من السباقين في وضع قوانين تحكم مثل هذه الجرائم، وهي تحصل مقدم علي في كثير من بلدان العالم. يعني آخرها كان في بريطانيا تحديدا. صحيح. النظام الصحي في بريطانيا. صحيح. أنا أعودك عميد عبد الله، طبعا مثل ما تفضل مقدم علي، الدولة وضعت منظومة متكاملة لحماية المواقع الإلكترونية للدولة، لكن مع ذلك تمت عملية القرصنة. بس محمد خلني أوضح لك حاجة، عمليات القرصنة والاختراق هذه أو التهديد بعملية الاختراق والقرصنة تتم دائما في كل المواقع لتستهدف كثير من المواقع، ويكون دور الجهات مكافحة القرصنة اللي هي حماية المواقع هذه وتأمينها من عملية الاختراق، فهي تضع يعني الجدار الناري والبرامج المكافحة للفيروسات ومكافحة لعمليات الاختراق على أساس تحمي هذه المنظومة أو هذه المواقع، خاصة المواقع الحكومية أو المواقع الهامة والحساسة بالنسبة للمستخدمة بشكل يومي. هذه عمليات تتم في كل دول العالم، لكن عملية الاختراق اللي تمت باستخدام تقنيات عالية وفائقة، وهذا يدل على أن الشخص اللي قام بالاختراق شخص متخصص، مش هاوي يعني. لا أبدا. مقدم علي، سيناريو طبعا الفاشل أو ما عرف بالمسرحية الهزلية طبعا تمت بعد جريمة القرصنة لموقع الإلكتروني، ومن ثم الاستمرار في عرض هذه المسرحية. ليس هذا فحسب، بل انتقلوا أيضا إلى الشبكات التابعة لوكالة. صحيح. الأنباء، يعني الجريمة هي عبارة عن جريمتين، الجريمة الأولى هي اختراق الموقع الرسمي الإلكتروني لوكالة الأنباء القطرية وسرقة حسابات التواصل الاجتماعي كلها. لذلك بعد ما تم اكتشاف أن هناك فعلا عملية اختراق وليست من داخل الوكالة، قمنا بإجراء معين في مثل هذه الحالات، اللي هو أن أنت في اتفاقيات بينه وبين جهات رسمية في العالم مثل FBI، مثل NCA اللي هو وكالة التحقيقات الجنائية البريطانية. بعدها على طول طلب من النيابة ان استصدار
امر نيابه لجهه الاف بي اي والجهه الان سي اي لتكون شريك في فريق التحقيق و بشكل قانوني يعني. نعم بشكل قانوني نسميها انابه قضائيه. انابه قضائيه نعم. عميد عبد الله طبعا كما تفضلت قبل قليل العمليه ما يقوم فيها انسان عادي انسان هاوي، تمت ب ما نقدر نقول فرد محترف او قد يكون هناك مجموعه من الناس محترفين في هذا المجال وقادره طبعا على عمليه الاختراع. نعم تعليقك. احنا انا مثل ما ذكرت لك محمد ان عمليات الاختراق او عمليات الاستهداف تتم بشكل يومي لكل المواقع، يعني يمكن هذه العمليات ما تكون بالعشرات بل يمكن احيانا بالالاف في اليوم الواحد للمواقع المهمه والمواقع الحساسه. هذه العمليه تمت من خلال استغلال ثغره بالفعل الكترونيه تم اكتشافها وتم الولوج من خلالها واستغلالها في هذه العمليه، عمليه الاختراق بشكل عام. وهو لا زالت في التحقيقات المبدئيه حتى الان. نعم نعم. دعني اشرح لك بالضبط. تفضل الان مقدم علي السيناريو اللي صار في عمليه الاختراق هذه واللي تبين ان 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 سوء النيه في هذا الاختراق. في البدايه الشخص اللي اخترق او المجرم اللي اخترق الوكاله او المجموعه كان يحاول اختراق او ايجاد ثغره للولوج الى الموقع بفتره بعيده لحد ما وصل في شهر ابريل الى هذه الثغره ودخل وبدا يسيطر على الخوادم الرئيسيه. ظل داخل لحد ما سيطر على الموضوع وبدا يطلع على اساس ما ينكشف لحد ما يكون هناك في ساعه صفر وكلنا عرفنا متى كانت ساعة الصفر. بالضبط كانت 13 دقيقة. 13 دقيقة في توقيت الدولة. يعني محمد خلنا أضيف لك فضل. عمليات الاختراق والدخول والنفاذ للمواقع الإلكترونية دائما يكون لها هدف. يعني يا سرقة المعلومات الدخول والاختراق للمواقع هذه، يا سرقة المعلومات أو سرقة البيانات أو التعبير عن موقف معين بحيث أن سرقة مثل ما نقول الخوادم أو شو اسمه وضع صورة أو وضع شعار أو وضع حنا مستمرين ما طبعاً تم ما نعم تم الآن في 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 هذه لا هذا كان هذا كان ينتظر لحظة معينة بحيث أنه يضع هذه التصريحات على الموقع. نعم حنا طبعا مستمرين في الحوار حول عملية أو جريمة القرصنة التي تمت للموقع الإلكتروني لوكالة الأنباء، لكن ننتقل معكم وأيضا مع المشاهدين إلى هذا التقرير واللي يستعرض لنا مرة أخرى الصورة الكاملة لعملية القرصنة والتي استهدفت موقع وكالة الأنباء القطرية ونشر الأخبار الزائفة والتحريضية ضد دولة قطر. نتابع معكم التقرير ومن ثم نعود لاستكمال الحوار. قرصنة موقع وكالة الأنباء القطرية ليلاً الساعة 12:14 يوم الأربعاء 24 مايو 2017. تبنت العربية وسكاي نيوز عربية التصريحات المفبركة. تجهيز مسبق للتغطية وإعداد تقارير جهزت لهذه الفبركة. قطر تصريحات الأمير المتناقضة. إعلان رسمي قطري عن قرصنة موقع الوكالة وصف التصريحات بالمفبركة عبر الحساب الموثق على تويتر للرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للإعلام ومكتب الاتصال الحكومي. وعلى الرغم من نفي الشيخ عبد الرحمن بن حمد آل ثاني الرئيس التنفيذي للقطرية للإعلام ثم تلاه نفي مكتب الاتصال الحكومي إلا أن هذه القنوات تعري نفسها وأنا سعيد بذلك. تسارع انتشار التصريحات المفبركة وتضخيمها من قبل هذه الوسائل الإعلامية. تكرار الإعلان الرسمي القطري من أكثر من جهة مسؤولة عن قرصنة وتكذيب التصريحات المفبركة ومنها الحساب الموثق لوزارة الخارجية. تجاهل هذه الوسائل للنفي الرسمي القطري ومواصلة بث التصريحات المفبركة وتكذيب النفي الرسمي. وأمير قطر يتحدث في تصريحاته عن توتر العلاقة بين الدوحة والرئيس ترامب ملمحاً إلى أن فترة حكمه ستنتهي قريباً.
حساب قناة الإخبارية وغيرها نقل الإعلان الرسمي عن القرصنة. الحسابات ذاتها سحبت بعد دقائق معدودة النفي الرسمي القطري. تجاهلت هذه الوسائل الإعلامية صيغة الـ FTP المعتمدة لتبادل الأخبار حسب الاتفاقية الدولية بين وكالات الأنباء. زعمت هذه الوسائل الإعلامية أن التصريحات أدلى بها حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى خلال حفل تخريج الدفعة الثامنة لمجندي الخدمة الوطنية. حفل التخريج بث على الهواء مباشرة الساعة 7 صباحاً، والتصريحات المزعومة نشرت بعد 18 ساعة. الحفل بث على تلفزيون قطر الرسمي، ولم يكن لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى أي تصريح. زورت بعض وسائل الإعلام الشريط الإخباري لتلفزيون قطر بشكل مكشوف، وتم تنزيله على قناة وكالة الأنباء المقرصنة على موقع اليوتيوب. الفيديو المزور لم ينزل على قناة تلفزيون قطر على يوتيوب. القائمون على الحملة يزعمون أنهم يمتلكون تسجيلات لتصريحات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، لكنها لم تبث لأنها ليست موجودة أصلاً. نجدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام، وعودة إلى ضيوفنا أيضاً الكرام مقدم علي. خلنا ننتقل بالحديث عن البروتوكول المعمول به دوليا او ما يعرف بالـ FTP، وطبعا هو بروتوكول لوكاله الانباء العالميه. نتحدث بدايه عن الـ FTP وايضا دوره في مثل هذه العمليات. بعد ما وصلنا للوكاله وبعد ما قعدنا معاهم نتكلم في مواضيع هاي، فهمنا البزنس مالهم او العمل اللي يقومون فيه. في بروتوكول موجود بين وكالات الانباء كلها والجرايد والقنوات الرسميه، ان في اتفاقيه دوليه او بروتوكول متبع، بروتوكول او شبكه مغلقه بينهم لبث تصريحات، لمثل التصريحات هذه المفبركه لسيدي صاحب السمو امير البلاد المفدى. لذلك كان من المفترض للشخص او للجهه اللي تبي تاخذ خبر موثوق أن تأخذه من الـ FTP قبل لا تأخذه من مواقع اللي هي فقط للإيضاح أو للتأكيد. إذن هي المرجع في أخذ الأخبار الرسمية. عميد عبدالله، طبعاً إكمال الشفافية والوضوح لكل من يتابع طبعاً عملية القرصنة واللي تمت لوكالة الأنباء، الموقع الإلكتروني لوكالة الأنباء، هناك طبعاً مشاركة مثل ما ظهر قبل قليل في البيان، مشاركة من الـ FBI وأيضاً بعض الشركات الدولية حسب الاتفاقيات الموقعة بين الدول. كلمنا على هالمشاركة. طبعا المشاركه هذه جاءت بناء على اتفاقيات اصلا مبرمه مع الجهات هذه، وبناء على انابه قضائيه. يعني احنا لما تحركنا ايضا تحركنا بناء على اجراءات قضائيه وعدليه اصبحت في هذا الموضوع. طبعا الان بعد استكمال التحقيقات هذه طبعا عفوا عميد عبد الله، هذه النتائج المبدئيه، النتائج النهائيه طبعا هذه النتائج المبدئيه عشان نكون واضح. استكمال كامل التحقيقات وكامل يعني عمليه جمع وحصر الادله وفرزها، بيكون ان شاء الله مؤتمر صحفي تفصيلي يوضح عمليه الاختراق، يعني بيتم الاعلان عنه في وقت عن النتائج النهائيه. انا انتقل لك مقدم علي، ونتحدث طبعا عن تحديد المصادر حتى الآن، طبعا المصادر الأولية. يعني احنا ما نقدر الآن نخوض في امور لا زالت تحت التحقيق. نعم. لكن مثل ما تفضل عميد عبد الله، هناك طبعا النتائج النهائية، هناك تم تحديد بعض المصادر. نعم. والآن في طور تقريبا تضييق الدائرة
على هذه المصادر لتحديد بالضبط من كان هو المخترق. الجهة المنفذة أو الجهة حتى المستفيدة، يعني ممكن يكون اللي اخترق من خارج البلد، مجموعة تمتهن هذه الأمور، لكن اللي المجموعة المستفيدة هي من استخدمت هذا الاختراق. شلون شفت المشاركة، مشاركة الـ FBI والشركات الثانية؟ متعاونين لأقصى درجة. نعم. كانوا ثاني يوم تقريبا كانوا في الدوحة. نعم، أنا أشكركم طبعا على الحضور، العميد عبد الله خليفة المفتاح مدير إدارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية، شكرا عميد عبد الله. حياك الله محمد. والشكر أيضا موصول لك المقدم علي محمد المهندي مدير إدارة الشؤون التقنية بمركز القيادة الوطني في وزارة الداخلية، شكرا جزيلا لكم. شكرا على الحضور وأيضا على إيضاح الصورة المبدئية، ونحن طبعا والكل في انتظار حتى الآن النتائج النهائية. وإن شاء الله راح تكون نتائج يعني مرضية. نعم نعم إن شاء الله بإذن الله. إذن للحديث بقية مشاهدينا، وللحملة تداعيات إنسانية تمس عمق الروابط الاجتماعية الخليجية، إذن نعود لكم بعد فاصل قصير، فابقوا معنا. في الكاتب عددا كبيرا من الأسئلة التي راسلت. في الكاتب عددا كبيرا من الأسئلة التي راسلت. نجدد الترحيب طبعا بكم مشاهدينا الكرام في الجزء الثاني من هذه التغطية والخاصة والمستمرة من برنامج الحقيقة، ونسلط الضوء طبعا في هذا الجزء على مخالفات وانتهاكات اتفاقيات حقوق الإنسان والعهود والمواثيق الدولية ومبادئ حسن الجوار التي خلفتها هذه الحملة، وما تبعها طبعا من قرارات بقطع العلاقات التي اتخذتها بعض الدول مع دولة قطر، فأهلا بكم. وقبل أن نواصل الحديث مشاهدين، نشير إلى أن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى تقدم منذ قليل مستقبلي أخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة لدى وصوله إلى مطار حمد الدولي مساء اليوم في زيارة أخوية قصيرة للبلاد. كما كان في الاستقبال سمو الشيخ عبد الله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، وسمو الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني الممثل الشخصي للأمير، وعدد من أصحاب السعادة الوزراء.
ونرحب ايضا مشاهدينا الكرام بالسيد عبد الله بن حمد العذبه رئيس تحرير صحيفه العرب. سيد عبد الله اهلا وسهلا بك. اهلا بك. حياك الله. والترحيب مستمر ايضا للاستاذ ماجد الخليفي رئيس تحرير جريده استاد الدوحه. استاذ ماجد اهلا وسهلا بك. يا هلا وسهلا. خلونا نبدا في البدايه سيد عبد الله عن استقبال سمو الامير اليوم للشيخ صباح امير دوله الكويت، كيف تابعت هذا الخبر؟ طبعا كلنا نعرف ان الشيخ تميم بن حمد ال ثاني يعامل الشيخ صباح الاحمد الصباح امير الكويت وطن النهار وبلسم جروح المنطقه كاب له، ينظر اليه ويقدره ويحترمه ويظهر له كل الاحترام والتقدير. وجرت عاده لصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني امير البلاد حفظه الله ان يفطر في شهر رمضان من كل عام في الكويت الشقيقه، وهذه الزيارات هي أمر متعارف عليه بين دول المنطقة، ونتمنى أن تعود هذه العادة الحميدة بيننا. وتشريف أبو ناصر الليلة للدوحة هو ضيف الأمير وضيف كل أهل قطر الذين يقدرون مساعيه الحثيثة والحقيقية للحفاظ على المنظومة الخليجية وإعادة صلة الأرحام بين أبناء المنطقة وعدم تفككها وإيقاف محاولات الحصار التي لم تنجح لدولة قطر، لا سيما وأننا رأينا أن حكومة البحرين الشقيقة تراجعت وطلبت من مواطنيها البقاء في دولة قطر، أقصد المواطنين العاملين هنا، ويعرفون أنهم في رفادة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد وفي رفادة الشعب القطري الكريم الذي لا ينظر للبحريني ولا للسعودي ولا للإماراتي بأي اختلاف، فكلنا أبناء منطقة واحدة. وهذه الأحداث السياسية أثبتت أن الشعب السعودي والشعب الإماراتي والشعب البحريني يرفض القطيعة ويرفض قطع صلة الأرحام ويرفض ألا يكون هناك تزاور بين ذوي الأرحام. فأنا مثلا محدثك أمي سعودية ولن أنفصل عن أخوالي في المملكة العربية السعودية مهما بلغت الخلافات السياسية بين القيادات الخليجية عنان السماء، لا يمكن أن ينفصل الإنسان عن ذويه. نعم. ولكن وصل الأمر الآن إلى ارتكاب مخالفات تتعلق بحقوق الإنسان ومنع أطفال من المغادرة إلى قطر مع أمهم إذا كانت قطرية وهم رضع أو غير ذلك، وصلنا إلى حالة سيئة جدا، وهذا أمر لم نعتد عليه. فمثلا العلاقة بيننا وبين أهلنا في أبوظبي علاقة راسخة جدا، وتجد أن أهل أبوظبي والمسؤولين في أبوظبي بل وذويهم في وسائل التواصل الاجتماعي يتواصلون مع بعض الشعراء القطريين وينسجون معهم علاقات رائعة، وهذا دليل على تواصلنا وتلاحمنا واللحمة الواحدة. نعم. واللحمة الواحدة. ودولة قطر لم تخون هؤلاء الشعراء أبداً. الذين لهم تواصل راسخ وثابت مع أبوظبي بطريقة معروفة لدينا كلنا، ونعرف كنها ونقدرها. بالعكس، لا نرى أن هناك فرق بين القطري وبين أخي في أبوظبي. وهذا ما تعودنا عليه طبعا. وهذا ما تعودنا عليه. فيعني نأسف اليوم أنه بلغ الأمر الزبا وخرج المدعي العام النائب العام في الإمارات الشقيقة مهددا بمعاقبة من يتعاطف مع قطر في شهر رمضان المبارك أو يرفض الحصار على قطر. لم نتوقع أن تصل الحالة الخليجية الشعبية إلى هذه الأمر. نعم. إلى هذه الحالة. يعني أخي محمد، رأب الصدع بين الزعماء أمر أنا لا أراه بعيدا، ولكن إذا حصل شرخ شعبي بين أشقائنا وأهلنا في السعودية، بيننا وبين أهلنا في الإمارات في البحرين، صعب جدا تجاوزه. والدكتور غازي القصيبي رحمه الله قال يعني اجعلوا الشعوب في معزل، فإن الشروخ إذا حصلت تكون عميقة. نتمنى أن تعود الحكمة وأن تطغى على ما سواها. نحن بحاجة إلى إعادة هذا الترابط بيننا وبين أشقائنا في هذا الشهر الفضيل. نعم، احنا طبعا مستمرين لكن نتحدث أيضا وننتقل إلى من أساليب التحريض وأيضا من أساليب قمع الأصوات. كما تفضلت قبل قليل، فقد أصدرت دولة الإمارات قانونا يجرم من يتعاطف مع دولة قطر وينص على المعاقبة بالسجن لفترة تصل إلى 15 عاما. طبعا هذه الخطوة وجدت موجة استهجان وانتقاد شعبي كبير على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة عبر تويتر. هذا الوضع طبعا دفع عدة وسائل إعلامية غربية للسخرية من مثل هذه التصرفات، حيث ذهبت صحيفة دير ستاندر النمساوية إلى القول
بشكل ساخر أنه من الأفضل عدم ارتداء قميص برشلونة في دولة الإمارات العربية المتحدة والذي يحمل شعار الخطوط الجوية القطرية حتى لا يتعرض الشخص للسجن. حياكم الله مشاهدينا من جديد. سيد ماجد، مثل ما تابعنا قرار النائب العام حول العقوبة الصادرة بمن يتعاطف مع دولة قطر، طبعا هي قضية يعني الجهة الوحيدة لمتنفس الشعوب هي تويتر والتعاطف، وهذا أكبر دليل طبعا بأن هناك تعاطف من الأشقاء في الإمارات العربية. كيف تابعت هذا الخبر؟ هو حقيقة قرار قمعي إذا جاز التعبير. كيف يعني يطلب من المواطنين الإماراتيين، وأيضا سمعنا حتى هناك يقال يعني مش مصدر رسمي أن أيضا حتى طلب من السعوديين أن هناك في أيضا غرامات مالية وفي عقوبات تصل إلى السجن، من 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 حرية التعبير، من حرية التعاطف، فقط أنه يقول قطر معها حق أو يبدي رأيه، هذا يعني قمع لا مثيل له حقيقة. في نفس الوقت الموريتانيين يظهرون بمظاهرات عند باب السفارة القطرية في موريتانيا، وهنا يعبرون عن رأيهم ويستنكرون قرار موقف موريتانيا من قطع العلاقات مع قطر. يبين لك الفارق في 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 الحرية، في مساحة الحرية، ما تعرضوا وما تعرضوا الى السجن. فيعني امر حقيقة غريب، يعني اتركوا باختصار الشعوب تتحدث تعبر. نعم. تعبر اين حقوق الانسان، اين يعني المشكلة؟ طبعا الاختلاف السياسي وارد مثل ما تفضل الأستاذ عبد الله قبل قليل، لكن اترك الشعوب صلة رحم ما بينهم. يعني هذا مثل ما تفضل السيد عبد الله، واتهام بعض الأشقاء في الإمارات. تخيل النائب العام ما طلع هذا القانون، وهذه العقوبة الغريبة علينا كشعوب خليجية بأن يتحدث المواطن الإماراتي ويتعاطف مع شقيقه القطري على هذه الأزمة. تعليقك في هذا الموضوع. أولا هو ليس قانون، هو قرار، ويمكن إبطاله في المحكمة الدستورية بحكم تخصصي القانوني. هناك نص معروف دستوري في كل دول العالم، لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص. لم يصدر قرار من الشيخ خليفة بن زايد قرار قانوني، يعني لم يصدر قانون أو تعديل على القانون الجنائي في الإمارات يجرم أن يتعاطف المواطن الإماراتي مع ابن خالته القطري الذي يتعرض إلى محاولات تضييق، إلى سفر غير مباشر، يذهب إلى عمان ومن عمان يذهب إلى 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 جدة لكي يؤدي مناسك العمرة. يعني حتى التعاطف في هذه الأمور أصلا لا يشكل جريمة. ما هي الجريمة؟ يعني هل وصلنا إلى حالة يعني مخجلة جدا؟ من كان يتوقع أن الخليجيين تصل الأمور بينهم إلى هذه الدرجة من القطيعة؟ يعني صرنا سخرية العالم اليوم، أوروبا تسخر منا. يا قوم، نحن في شهر رمضان المبارك نقول للناس اقطعوا صلة الرحم وتهجموا على القطريين واشتموهم وحرضوهم على الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد. يعني أنا أعجبني وقفة أهل قطر جميعا بصوت واحد، كلنا تميم، والكل يستخدم الصورة التعبيرية التي تدمج بين صورة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد ووالده ووالد الجميع الأمير والد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وجعلوها صورة رمزية لهم، لأن الشيخ حمد بن خليفة علمنا في قطر أن نكون مستقلين منذ سنة 1995 ولا نتبع، وهذا ما تعرضت له قطر في محاولة انقلاب فاشلة سنة 1996 تم توريط بعض القطريين فيها من قبل مصر ومن قبل أنظمة أخرى. لا أحد يستدعي قطر تتآمر على السعودية، قطر تتآمر على الإمارات. هل قامت قطر الآن بترويج من قام أو أظهرت من يقوم بالتآمر على قطر سنة 1996؟ تتحدثون عن أقوال بلا دليل وتسكتون عن أفعال؟ نحن تجاوزنا ذلك، والكل يعلم بأن قطر والمملكة العربية السعودية وصلت العلاقات بينهما إلى القمة في سنة 2008 وتجاوزنا كل الخلافات. لماذا يتم استدعاء هذه الأمور دون 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 داع؟ نعم. الأمر الآخر، الآن هناك أسطوانة يرددونها، قطر والجزيرة يسيئون لنا منذ سنة 1996. يا رجل، محاولة انقلاب على قطر سنة 1996 وكاد أن يكون الدم بين أبناء العمومة، أناس من نفس القبيلة ونفس العائلة مع الأمير الوالد، والذين يريدون الانقلاب أو قيام من نفس العائلة
فتخيل أن تختلط الدماء ويصبح ثارات قبلية وعائلية داخل قطر، من يقبل ذلك؟ لا يريدون التحدث عنها ولا نريد نحن أن نعود إليها. إلى الوراء. أنا أقصد أن التاريخ مثل صندوق السلاح، كلما استدعيته ستخرج بالكثير من المشاكل. صحيح. حدثت اشتباكات وحروب بين آل خليفة وآل سعود، بين آل ثاني وبين آل سعود، بين آل سعود وآل نهيان، بين آل سعيد وآل نهيان وغيرهم. لا نريد استدعاءها، تجاوزناها. نحن الآن نتحدث عن منظومة خليجية تجاوزت تلك الخلافات، هناك تلاحم شعبي. الأمر الآخر، لماذا يكررون استدعاء الماضي الماضي الماضي؟ والشيخ تميم بن حمد آل ثاني تولى الحكم سنة 2013، والكل يعلم أن توليه في 25/6/2013 يجب ما قبله، وكل يستدعون كان لدينا خلاف سياسي معكم قبل الشيخ تميم. لا تستدعي هذا الأمر، نحن نتحدث عن نظام قائم الآن، حكومة شرعية شرعيتها مستمدة من شعبها. إذا أردت أن تحاسبني فحدثني عما تقوم به قطر. نعم. الآن وأتي بأدلة عليه، لا نريد كلام شفوي. مثلا يقول لك عادل جبير أن قطر تدعم حماس، وبالأمس القريب يقولون أننا ندعم الحوثيين، بينما الحوثيين الذين قال عادل جبير عنهم أنهم جيرانهم، يقول الحوثي جيراننا والأولوية الآن لمحاربة القاعدة، وفي نفس الوقت يتهمون قطر بدعم جيرانهم بدعم الحوثي. يعني نعم. متناقضات. نعم. عجيبة. تناقضات. نعم. تحدثت قبل قليل السيد ماجد عن الحملة الشعبية الموريتانية. احنا نشوف معاكم لقطات للحملة الشعبية في موريتانيا، طبعا تضامنا مع دولة قطر وضد قرار قطع العلاقات. سيد ماجد، كما شاهدنا قبل قليل الحملة الشعبية الموريتانية طبعا في نواكشوط حصلت، لا قمعت الحملة ولا حصل أي شيء، لكن رأينا أقرب الأقربون والنائب العام الإماراتي يتحدث بأن هناك عقوبة، وكما تفضل قبل قليل سيد عبد الله بأنه ليس قانون وإنما هو قرار. كيف ممكن يرتبط الإنسان مثل ما تفضل عبد الله مواطن قطري، والدته من جنسية سعودية، وأيضا وردتنا بعض المعلومات بأن المملكة اتخذت نفس المنحنى في مسألة النائب العام الإماراتي؟ شوف أخوي محمد، كل السلوك الآن اللي تم من قبل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية هو سلوك عدائي حقيقة. خلنا نسمي الأشياء بمسمياتها، نسمي إحنا هذه المشكلة نسميها أزمة، وهي ليست أزمة، هي هجمة عدائية على قطر. حصار قطر هي يعتبر هجمة، هجوم عدائي على قطر. طلب الحجاج والمعتمرين الخروج من مكة إلى الدوحة، هذا طرد وليس إبعاد، طرد القطريين من أداء العمل. نعم. وأيضا لم يمكنوهم بأنهم يرجعون في طياراتهم، تم تأجير طيارات لهم خاصة من عمان إلى جدة، ومن جدة تنقلهم القطرية من عمان إلى الدوحة. أعمال تعسفية حقيقة، وهذه أخرت القرارات اللي ظهرت على مواطنينهم أيضا، ان هناك عقوبات تصل الى 5 سنوات وعقوبات ماليه تصل الى 5 مليون ريال. من يقدر اصلا يدفع 5 مليون؟ ومين يصبر يسجن عشان كلمه قال؟ والله مثل ما قال اخوي عبد الله، انا امي قطري ولا اخوي سعودي ولا كلنا نسب واهل. حقيقه امور عدائيه جدا، والخاسر الاكبر هم الشعوب حقيقه. شكل ما قالوا ايضا عبد الله دعم ان ممكن الرؤساء يتصالحون بعد يومين وبعد 3 ايام، لكن الشرخ سيتم بين الشعوب. احنا ولا ننسى طبعا، وهم حقيقه انا اتابع بعض البرامج يحاولون يعملون فصل بين الشعب القطري والحكومه القطريه وبين السياسه القطريه والشعب القطري، وهذا يعني سلوك خاطئ واعلام فاشل حقيقه. سابقه بان توجه وزاره خارجيه المملكه رساله الى الشعب القطري، سابقه صراحه في الشقة الدبلوماسية. عبد الله، للأسف الكل رأى البيانات اللي ظهرت من الدول الثلاث، مليء طبعا بالتناقضات، شق الصف الداخلي السعودي، وسمو الأمير كان في الرياض تاريخ 20، كان هناك لقاء تشاوري بين قادة دول مجلس التعاون، وكانت هناك القمة الخليجية الأمريكية، وكانت هناك القمة العربية الإسلامية الأمريكية، ولم يحدث هذا الكلام. يعني وأيضا غير ذلك، استراتيجية دولة قطر دائما تقوم على الحوار، أيضا احتضان جماعات إرهابية داعش والقاعدة والحوثي، يعني اختلاف الأيديولوجية، يعني حتى الرضيع لن يقبل مثل هذه
التناقضات الذي حصل في البيان، وأيضا التعرض لمملكة البحرين. مملكة البحرين الشهر اللي طايف هناك ثلاث زيارات لمسؤولين بحرينيين، وهناك تبادل ما بين دولة قطر والبحرين، ولم يحصل هذا النوع. لماذا هذه البيانات في وقت واحد تحديدا ومتناقضة؟ طبعا أنا مثل ما قلت لك، البحرين هي أول متراجعين، هي أول من أطلق البيان جعلوها التي تأخذ زمام المبادرة حجر الدومينو ولحقت بها جزيرة المالديف. لكن دعني أعود لك الآن، أنا أخوالي مثل ما ذكرت لك سعوديين، وجزء منهم في أبو ظبي، خلدون بن خليفة المبارك المقرب جدا من سمو الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي من أخوالي. هل تعتقد أنه يستطيع أن يتواصل معي الآن أو أتواصل معه؟ أنا لن أتواصل معه لكي لا أضع في حرج، لكن هل أنت متخيل إلى وين وصلت القطيعة بين أبناء الخؤولة وذوي الأرحام؟ هل تتوقع أنه يمكن تجاوز ذلك في القريب العاجل؟ هل تتوقع أن بعض أقاربنا الآن مسرورين أنهم لا يستطيعون زيارة والدتي من أبوظبي، يستطيعون المجيء؟ خالتي موجودة في أبوظبي، هل تستطيع الآن يمنعونها من المجيء لزيارة والدتي في قطر؟ هل تستطيع والدتي الآن الذهاب لأهلها في المملكة العربية السعودية في الأحساء؟ هل تتخيل ذلك؟ هل هذا يعني يتسق مع الدين، مع شرع الله؟ أنا تعليقا على كلام أخي ماجد سأعلق عليه، لم نعهد من المملكة العربية السعودية ووزارة خارجيتها إلا الرصانة، والكل يعرف ذلك من أيام الملك عبد العزيز وتبعه الملك سعود والملك فيصل، والأمير سعود الفيصل كان مدرسة في السياسة الخارجية وخير من يمثل. الآن وصلت إلى الحضيض، صارت تخاطب الشعب القطري مباشرة. استغربنا من خروج وكالة الأنباء السعودية تسمي دولة قطر بالنظام القطري، إظهارنا بشكل مارق. هذا الأمر لم نعتد من الخارجية السعودية التي عرفت الرصانة، والكل تابع اليوم ردود أهل قطر، بيض الله وجيهكم يا أهل قطر، في ردهم على الخارجية السعودية عندما قالوا نحن سنبقى سندا لكم، قالوا كلهم سندنا الله سبحانه وتعالى أولا وأخيرا، ثم قائدنا الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. فتحية لأهل قطر والنساء قطر، بل والمقيمين الذين عبروا عن رفضهم لذلك، وأشقائنا السعوديين الذين لم يقبلوا أن ترسل وزارة الخارجية السعودية بهذه الرسائل إلى الشعب القطري متجاوزة وزارة الخارجية والجهات المعنية في دولة قطر. هذا كله أمر لم نعتده، أقسم بالله هذا لا يليق بمقام المملكة العربية السعودية التي نرى أنها عاصمة القرار العربي. كيف المملكة العربية السعودية في شهر رمضان المبارك تصدر هذه التصرفات من وزارة الخارجية التابعة لها؟ لا مشكلة إن اختلف القادة كما أشرت لك، لكن حتى الخلاف لا يصل إلى هذا المستوى. لم نتوقع أن يتعرض الإعلام السعودي إلى الأعراض وإلى المساس بالشيخة موزة بنت ناصر أم جاسم، إحنا لا نقبل ذلك، ولا يقبله حتى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، ولا ولي عهده الأمير محمد بن نايف، ولا الأمير محمد بن سلمان. لكن هناك خلل، هناك من جير لتنفيذ أجندة لا تصب في صالح المملكة العربية السعودية ولا منظومة مجلس التعاون التي تقودها المملكة العربية السعودية. دعونا نفكر قليلا، من المستفيد من كل ما يحدث؟ هل القمم التي عقدت في الرياض كانت لمواجهة قطر أم لمواجهة إيران؟ الليلة اتصل ترامب بالأمير وأكد جاهزية أمريكا للعب الدور الوسيط، ونحن نثق بأمريكا أنها تستطيع أن تكون ضامن حقيقي بحكم ثقلها. مع كل التقدير للشيخ صباح الأحمد أمير الكويت وطن النهار وبلسم جروح المنطقة، إلا أن أمريكا هي الضامن الحقيقي الذي يستطيع إذا وقعت مصالحة بشروط معينة يتنازل فيها كل الأطراف عن بعض الأمور، أمريكا هي الضامن له الذي يستطيع تنفيذ هذا الضمان. ولذلك فشلت منظومة مجلس التعاون في احتواء أزماتها. فبالأمس الجبير يقول نحن طفح الكيل، وبعد ذلك بعد أن سمع بأن هناك وساطات وأصوات ترفض ما حدث غير الخطاب وقال مجلس التعاون يستطيع أن يحل خلافاته ولا يحتاج إلى وساطة. إذا كان لا يحتاج إلى وساطة، لماذا احتاج مجلس التعاون يا أستاذ عادل الجبير إلى التنسيق مع مصر التي هي خارج منظومة مجلس التعاون لمقاطعة قطر؟ إذا كان لا يحتاج إلى وساطة، لماذا تهرولون إلى جزيرة بحجم المالديفز لتطلبون منها مقاطعة قطر؟ إذا كان لا يحتاج ذلك، لماذا تزجون بالأردن في هذه المقاطعة وهي خارج منظومة مجلس التعاون؟
لماذا تزجون بموريتانيا؟ لماذا تحاولون أن تحشدوا أكبر عدد من الأصوات لتأييد أنفسكم؟ لماذا؟ إذا كنتم فعلا تعتقدون بأن المسألة خليجية، لماذا نسقتم مع الجنرال السيسي الذي انقلب على الشرعية في مصر ونحن كلنا ندعم الشرعية في اليمن؟ كيف تقنعوننا؟ ثم كيف تقنعون المواطن القطري بأنكم سند له وفي الآن ذاته تطلبون منه مغادرة المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين لأسباب أمنية؟ إذا كان المواطن القطري مشتبه به فكيف ستساندون؟ أتساندون مشتبهين؟ نحن لا يمكن خداعنا، نحن لسنا سذج. علمنا الشيخ حمد بن خليفة الله يطيل في عمره الاستقلال، وسنبقى إن شاء الله، ستبقى قطر حرة مستقلة، كما أكد على ذلك الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد في خطابه عندما قال نحن لا ننتظر توجيها لأحد من أحد، ونعرف ما الذي علينا أن نفعله. نعم. فرض الوصاية سيد ماجد كما تفضل السيد عبد الله على دولة قطر، والتدخل أيضا بالشؤون الداخلية أمر مرفوض، جاء على لسان الدولة وأيضا على لسان وزير الخارجية، واستخدام مجلس التعاون الخليجي يعني كأداة من أجل الوصول إلى أهداف معينة مثل ما تفضل عبد الله قبل قليل، الوصول إلى أهداف وجمع دول أكثر وحشد دول أكثر من أجل تأييد تلك القرارات، كما للأسف شاهدنا الأردن وموريتانيا وجزر القمر والمالديف وأبعد من ذلك. يعني كيف تابعت هذا الأمر؟ أولا هذه الدول اللي تبعت قرارات المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين نسميها دول الفلو، فلوز فقط، فلوورز، تابعة تابعة من أجل حفنة من المال. لكن احنا حقيقة يهمنا الشعب السعودي والشعب الإماراتي والشعب البحريني، هذا ما يهمنا حقيقة. الهجمة هذه اللي صارت، اللي كنا في البداية نسميها أزمة، هي بدت على قاعدة هلامية ضعيفة جدا. يعني انت لما تهجم يجب ان يكون الفونديشن تبعك قوي. هم بدوا على قرصنة القناة وكالة الانباء القطرية، نعم، وتصريح لم يحدث مفبرك ايضا، واذا كان هناك تصريح بنوا على هذه القاعدة. الان غيروا المسببات والمبررات الهجوم على قطر، مرة حماس، مرة الاخوان، مرة ايران، مرة سياسة تختلف، مرة مصر، مرة الجزيرة. هذه ايضا هناك تسريبات بعد زياره الامير الشيخ صباح للملك سلمان في جده. هناك ظهرت تسريبات ان المملكه العربيه السعوديه وضعت 10 شروط، خلينا نسميها 10 املاءات على قطر، وهذا يعني مش من المنطق ولا مقبول. ان التدخل في الشان الداخلي، تدخل في الشان الداخلي، اقطع الجزيره، اطرد حماس، لا تتعامل مع اخوان، تصارح مع مصر، امشي مع سياستنا، هذه امور يعني مرفوضه بتاتا. يعني حتى لو يعني اليوم لو شفنا جرايدهم لا الاملاءات، بيت الطاعه، كان يعني احنا طفل صغير عندهم او وفرض شروط يعني بمنطق القوه. نعم، املاءات، هذا امر مرفوض بتاتا ان نتبع او نوافق او نضعن اذا جاز التعبير الى هذه الشروط والاملاءات. هذه امر مفروض مسلم به. قطر دولة حرة مستقلة، قطر تعيش في رفاهية، قطر تعيش في شفافية واضحة. كان بإمكانهم ان في الاجتماعات اللي صارت الثلاثية في قمة الرياض، ان هناك على طاولة الاجتماعات ان يكلمون الأمير الشيخ تميم مباشرة بأي معوقات بينهم وبين قطر. مش يأتي الأمير اليوم الثاني يهجمون على قناة والقصة الطويلة اللي صارت. نعم، احنا مستمرين طبعا بالحوار، لكن نروح معاكم وايضا مع المشاهدين الى هذا المقطع طبعا، واللي ما تعودنا أن نراه ولم نتوقع أيضا أصلا أن يحدث في بلد خليجي للأسف. خلينا نشوف معاكم المقطع ثم نعود لاستكمال ما تبقى من برنامج الحقيقة. جاي من السعودية القطار. الحمد لله على السلامة. مرحبا. الحمد لله على السلامة. سلمك. من وين جاي؟ من بنين على مركز الدوحة، الله يحفظها. اللهم امين. سيدي سمو الامير وانا منقلب، ورفضوا اني اشحن سيارتي على سطحه، والمعنوية عالية، وشيخنا خير العليا تميم. شيخنا خير العليا وزادنا.
إذن كما شاهدنا معكم مشاهدينا هذا المقطع، السيد عبد الله تعليقك على هذه الصورة. طبعا مواطن قطري انقلب للأسف وحاول استئجار سيارة سعودية لحمل هذه السيارة والدخول بها إلى الحدود القطرية، تم رفضه وطلعه بهذه الصورة اللي رأيناها قبل قليل. طبعا أنا أحول هذا الأمر إلى وزارة الخارجية السعودية التي أعلنت أنها سند للمواطن القطري بالنية عن حكومته بعيدا عن حكومته. كلنا رأينا بأن هذا الرجل أتى في حالة مزرية لسيارته حتى تفتقر لأبسط مقومات السلامة بعد تكسر الزجاج كما هو واضح وتهشم السيارة، ولكن نعرف شهامة أهل المملكة العربية السعودية، وأنا متأكد أنه يعني لو لم تكن هناك بعض الضغوط على المواطنين لقاموا بمساعدته، وهذا ليس بالأمر الغريب. كلنا نذكر شقيقنا القطري الخيرين عندما تعرضت أحدى السيارات معجب العبدش، نعم نعم، وموقفه البطولي عندما كان في السعودية وأنجدهم، لم يتردد لحظة واحدة حتى في المخاطرة في حياته، بيض الله وجهه، وهذا وجهه. دليل على عمق العلاقة بيننا. وكانت ترى على فكرة هذه الحادثة أيام سحب السفراء، لم يتردد لحظة واحدة في نجدة أخوه السعودي، الفزعة والفزعة. وهذا ما عرف به أهل قطر منذ أيام المؤسس الشيخ قاسم بن محمد رحمه الله، نعم، وهذه مواقفهم. فالسؤال أنا أحيله إلى وزارة الخارجية السعودية، هل يرضيكم أن يأتي مواطن قطري بهذه الحالة؟ يعني أهل قطر كلهم رأوا وضعه، وهل هذه فعلا المساعدة التي ستقدمها الخارجية السعودية في عهد عادل الجبير إلى المواطن القطري؟ أترك الإجابة للخارجية السعودية. سيد ماجد، أكثر من مقطع شاهدنا طبعا من خلال شبكات التواصل الاجتماعي، البنت الصغيرة اللي كانت تبكي وتبي توصل لأمها في بلد ثاني، مثل هذه الحالات الإنسانية كيف ممكن نتعامل معها كمواطنين؟ طبعا الجماعة كبتوا المواطنين بالتعاطف بالقانون وبالقرارات، إن من سوى هالشكل هذا جريمة للسجن وهذه غرامة مالية، لكن وين المتنفس الوحيد للأشقاء في الإمارات، المتنفس الوحيد للأشقاء في المملكة وأيضا في مملكة البحرين؟ الحمد لله وبفضل من الله، حقيقة أسلوب القطريين أسلوب دائما راغي في رقي. الحمد لله. أنت لاحظ في في في, في السوشيال ميديا لا تجد هناك قطري يشتم أو يسب أو 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 يتشمت، دائما رد راغي، يطرح موضوعه، يطرح فكرته بكل أدب. إحنا شعب راقي حقيقة، لذلك حز في نفسنا أن نتقاطع مع السعودية، نتقاطع مع الإمارات، نتقاطع فيها، وهم صلة رحم. يعني عبد الله يقول لك خوالي في السعودية، وأنا أعرف أخ عبد الله وعائلته وأسرته، فهذه صعب على القطري أنه يتقبل أن هناك مقاطعة بينه وبين أهله في السعودية وبين أهله في الإمارات أو أهله في البحرين. حقيقة يعني موظفين عاديين لا نعرفهم، حقيقة بعض الدول الخليجية يعملون لدينا، طلب منهم من الرحيل الآن إلى بلدانهم، حزننا عليهم، فما بالك على البنت الصغيرة اللي تبكي في المقطع، أهلها وإخوانها وجماعتها هناك. نعم، احنا مستمرين، لكن أيضا ننتقل إلى خبر آخر، حيث عادت إلى الدوحة قوة الواجب نجران التابعة للقوات المسلحة القطرية، طبعا بعد مشاركتها في العمليات العسكرية ضمن قوات التحالف العربي، وكان في استقبال القوة لدى عودتها إلى الدوحة سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الدولة لشؤون الدفاع وعدد من كبار القادة بالقوات المسلحة القطرية. وتمثل واجب القوة بنجران في الدفاع عن أراضي المملكة العربية السعودية من أي اعتداء، والمساهمة أيضا في حماية حدودها الجنوبية، حيث أسهمت قواتنا القطرية في العمليات العسكرية بمئات الجنود بمختلف الرتب والأسلحة والاعتداء، وقدم أبناؤها الأبطال آيات من البذل والتضحية، حيث استشهد وأصيب العشرات تلبية لنداء الواجب وحماية دول المنطقة، ودفاعا أيضا عن حق الشعب اليمني الشقيق في حياة ديمقراطية عادلة بعيدا عن تسلط المستبدين. إذا سيد عبد الله، كما نشاهد هذه الصور لعودة الجنود بعد ما أدوا الواجب، وطلب من قطر من خلال التحالف العربي بأن تنسحب من قوة التحالف العربي بعد العشرات ومن القتلى والجرحى، تعليقك على هذا الموضوع؟ تعليقي أولا بيض الله وجيه أسود تميم الذين لم يترددوا لحظة واحدة في الاستجابة لأمر قيادتهم والتواجد في نجران للذود عن الحدود السعودية من أي هجمات من الحوثيين
ومن المخلوع علي عبد الله صالح وابنه احمد الذي يتمتع بحمايه ما وكلنا نعرف من يحميه. الامر الاخر لابد ان نوجه التحيه للدكتور خالد العطيه وزير الدوله لشؤون الدفاع، لانه حتى قام بتغيير نوعيه القوات المتواجده هناك وارسل القوات الخاصه التي لديها مهارات قتاليه عاليه جدا واستطاعت ان تقوم بمهام اثنى عليها امير نجران نفسه، بل وذهب رئيس الاركان السعودي الى نجران وشكر القوات القطريه على ما بذلته من اعمال قتاليه شجاعه قل نظيرها في التحالف العربي. ولا يحزنني إلا أن يكون هناك تباعد بينهم وبين أشقائهم السعوديين الذين كانوا معهم في خندق واحد ويعرفون حقيقة ما قام به القوات القطرية، وأثنوا عدة مرات وانتشر في تويتر وفي الفيسبوك وفي يوتيوب ثناء القوات السعودية باستمرار على بسالة أسود تميم في نجران. وأنا أحييهم في هذا الشهر الفضيل وأسأل الله أن يكتب أجرهم. ولا ننسى بأن هذه المؤامرة ضد قطر وهذا التحامل على قطر بدأ من تخريج الدفعة الثامنة التي حضرها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد حفظه الله، وكان معه الدكتور خالد العطية، خصوصا وأن الدورة الثامنة لها رمزية، فالشيخ تميم بن حمد آل ثاني هو الحاكم الثامن من أسرة آل ثاني لدولة قطر، فكان لها رمزية. وسبحان الله هذه الرمزية أرادوا أن تكون شرارة لخلخلة قطر، ولكنهم وجدوا أن أسود تميم وكل أهل قطر في خندق واحد ويلتفون حول قيادتهم وولي أمرهم الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني حفظه الله. اللهم آمين. أنا قبل ما انتقل لك سيد ماجد ونتكلم عن تفضل أتكلم في هذا المحور تحديدا. تفضل. أول حاجة بيض الله وجه قوات القطرية، يستاهلون. تكلم عن نقطة عسكرية الأخ عبد الله تحديدا، نوعية المقاتلين اللي ذهبوا إلى الحد الجنوبي هم من نوعية قوات محترفة، مش قوات عادية، يعني مش قوات تجلس في الخنادق كل واحد ببندقة وبرشاشة والمدفع في الخلف لصد أي هجوم، لا يعملون بعمليات قتالية في داخل الحدود اليمنية في كماين في صد أي اعتداء. فكان أدائهم عسكريا الكل أشاد به، كل القوات الخليجية يشدون بالقوات القطرية بما تملك من احترافية كبيرة في 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 مواجهة في الأعداء، في مواجهة الأعداء. نعم. أنت تقدم روحك للمملكة العربية السعودية، دمائك تمتزج بدماء الأخوة السعوديين، أيضا حتى التحالف هذا أيضا فيه تكلفة مالية على دولة قطر، أيضا مبالغ كبيرة رصدت لها ميزانيات كبيرة. الآن يطلب منا أن نغادر الجنوب. نعم. لاحظ الآن الفيلم اللي هاي بعض القوات مصابين، يعني عساكر مصابين في أسرة وفي في 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 شيلويري على الكراسي، هذا ما يجوز. يعني وهذا هو التناقض سيدنا، لأن كلكم سمعتوا الخبر اللي قبل الاختراق بيومين، اصيبوا ست جنود هناك. نعم. يدافعون عن الحد الجنوبي، عن 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 اراضي المملكه العربيه السعوديه، وهو ليس بمنا الدفاع عن المملكه العربيه السعوديه، هو الدفاع عن قطر تحديدا. نعم. وواجب. نعم. وواجب. نعم. حقيقه بيض الله وجههم، نقول حق القوات المسلحه القطريه. خلينا نسترجع ايضا التاريخ في 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 احترافيه. نعم. نعم ونعم بالله. نرجع حق احترافية القوات المسلحة القطرية، الكل يتذكر عندما قواتنا صدت لواء كامل، لواء استكشافي، لواء استطلاع للقوات العراقية داخل الخفجي. نعم. من تصدى له؟ تصدت القوات القطرية أول من تصدى له. نعم. عندما قتل حوالي تقريبا 12 جندي سعودي آنذاك من الحرس الوطني بشهادة الأمير خالد بن سلطان، الأمير خالد. نعم. والقوات الأمريكية خالد بن سلطان. دبابة. نعم. دبابة تضرب برج ماء في على مسافة كيلو متر، في قمة الاحترافية، يعني بدبابة أنت ما ضربتها بسلاح مضاد للدبابات، بدبابة. هذه قمة الاحترافية للجنود. نشكر الجنودنا، نشكر أيضا معالي وزير الدفاع. الله يرحم اللي استشهد، وإن شاء الله الشفاء والشفاء طبعا للجرحى. قبل ما ننتقل إلى حملات التحريض والتشويه اللي طبعا تشن ضد دولة قطر، نروح معاكم إلى هذا الخبر، حيث أجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتصالا بحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. وأكد ترامب في اتصاله مع سمو أمير البلاد المفدى استعدادا لحل الأزمة الخليجية وحرصه على استقرار الخليج، وشدد أيضا ترامب على ضرورة
تعاون جميع دول المنطقة والعمل المشترك لمنع تمويل المنظمات الإرهابية. وشدد ترامب على أن وحدة مجلس التعاون الخليجي وعلاقته القوية بالولايات المتحدة هما أمران أساسيان لهزيمة الإرهاب. وأعرب ترامب عن استعداده للتوسط بين الأطراف لحل الخلافات، بما في ذلك إمكانية اجتماع مع حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في البيت الأبيض لهذا القرض. أنا عبد الله، قبل ما نتناقش في هذا الخبر ننتقل إلى حملة التحريض والتشويه اللي تشن، يعني الكل يعلم بأن هناك مؤامرات قبل عملية القرصنة تمت في العاصمة العاصمة الأمريكية واشنطن، ولم يدعو أي مواطن قطري لهذا المؤتمرات، وللأسف تلك الحملات أصبحت بقيادة بعض السفراء الخليجيين اللي من المفترض حسب توحيد السياسة الخارجية أي سفير خليجي يمثل دول مجلس التعاون في مثل هذه المؤتمرات، لكن للأسف هي مؤتمرات من أجل تشويه والتحريض على دولة قطر. يعني كلنا يعرف أن يوسف العتيبة ريال مرحباني وربيع شيوخ، وكنا نتوقع منه أن يتصرف على هذا الأساس. فمثلا ما توقعت أنا أنه يقول روبرت غيتس وزير الخارجية وزير الدفاع الأمريكي الأسبق give them a hell، يعني أذقهم الجحيم في المحاضرة ضد دولة قطر، وأنه يجب نقل القاعدة و و و و ونقلها إلى وين؟ إلى الظفرة مثلا، وأم إلى أين؟ يعني هل يعتقد أي عاقل بأن القاعدة الأمريكية اللي موجودة في قطر ستهاجم مثلا الإمارات لا قدر الله، أو ستهاجم السعودية؟ ما هذا الأمر؟ لماذا تحدث كل هذه المؤامرات؟ لماذا كانت هناك سلسلة من المقالات، أكثر من 13 مقال خلال أسبوع واحد قبل زيارة ترامب إلى الرياض الصحف الأمريكية، في الصحف الأمريكية، وهذا ما تحدث عنه وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في المؤتمر الصحفي مع نظيره الصومالي، قال لم يدعى أحد من القطريين، وهذا من المهنية أن تدعو أحد القطريين المسؤولين للتعليق على ما يثار في هذه المؤتمرات الممولة من سفارة أبوظبي في واشنطن. لم نتوقع أن يكيد الشقيق لشقيقه ويتدخل في شؤونه الداخلية ثم يتهم قطر بذلك. هذا أمر غير مفهوم ولا يستطيع عاقل أن يصدقه. نعم، فهذه التسريبات تكشف لك حقيقة ما كان يجري حتى قبل زيارة ترامب. حتى ترامب نفسه لم فضحهم يا رجل ترامب عندما قال عندما ذهبت إلى الشرق الأوسط كنت أتحدث عن ضرورة وقف تمويل الإرهاب المتطرف والفكر المتطرف، فأشار لي قادة الخليج والشرق الأوسط إلى قطر. يعني هل من المعقول أن تحرض ترامب على دولة عضو في مجلس التعاون ثم يحدثك عادل الجبير يقول نحن لا نحتاج إلى وساطة وسنحل مشكلتنا داخليا؟ هل ستزايدون على أمريكا في محاربة الإرهاب؟ أمريكا تحارب الإرهاب وصرحت بأن قطر تحارب الإرهاب، ثم قال بعد أن قال أن قادة الخليج هم الذين هذا انظروا هم الذين أخبروني أن قطر، قال بيرهابس، طبعا بيرهابس بيرهابس بيرهابس، يعني يقول ربما ربما، وهذه التغريدات وردت في حسابه الشخصي ولم تصدر ك من البيت الأبيض، بيان من البيت الأبيض. نعم، على لسانه أو من حسابه الرسمي. واتصاله اليوم بحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يظهر أن دولة قطر دولة محورية في محاربة الإرهاب، وأن دولة قطر شريك حقيقي واستراتيجي في مواجهة التطرف، وكان مطلوب من كل الدول. وإذا يعني أنا أستغرب مسألة محاولة إلصاق الإرهاب بدولة قطر، إذا كان يمكن إلصاق الإرهاب بدولة قطر 1% فيمكن إلصاق غيرها بالإرهاب بعد التخلص من قطر ومن سياسة قطر غيرها إثبات الإرهاب عليه 1% 99% أسهل من إثبات 1% على قطر. نعم، فعملية الشيطنة لدولة قطر والله العظيم والله العظيم والله العظيم هي شيطنة المملكة العربية السعودية قبل أن تكون شيطنة لدولة قطر. نحن ما زلنا نعول على حكمة خادم الحرمين الشريفين، أما اتصال ترامب فهو يدل على الثقة في قطر وأنها شريك. وأنا أقول لك بكل صدق وشفافية، أمريكا تستطيع أن تكون ضامن حقيقي لكل الأطراف لحل هذه الأزمة، لحل هذا. والدليل على ذلك أن أمريكا لها ثقلها ووزنها، كلنا شاهدنا الاحتفال بمقدمه إلى الرياض. على طاري طبعا القاعدة العديد،
على لسانه اللي هو يوسف العتيبة سفير دولة الإمارات في واشنطن، أشار بأن هناك في مؤتمر صحفي طبعا، أشار بأن هناك أكثر من 4000 جندي أمريكي في قاعة الظفرة. نعم. وبعض الإماراتيين للأسف أخوانا من أبو ظبي يقولون عندكم قاعدة في قطر، يعني سبحان الله أنتم عندكم قاعدة فرنسية وعندكم الأمريكان في هذا، وسموكم الآن الأمريكان إسبرطة الصغيرة، يريدون أن تكونوا قوة ضاربة واسموكم إسبرطة الصغيرة. حتى عبد الخالق عبد الله يرفض أن تسمى الإمارات إسبرطة الصغيرة، وأشار أن تكون إسبرطة دون كلمة صغيرة. نحن ننظر الإمارات أنها كبيرة، ولكن ننظر إلى قطر أنها لا تقل حجما ولا شراكة عن المملكة العربية السعودية. نحن في قطر ننظر لأنفسنا مواطنين وقيادة بأننا شركاء ولسنا أتباع في مجلس التعاون، ونحن نعمل من خلال المحافظة على أمن مجلس التعاون. نحن حريصون، قطر أميرها حريص جدا على أمن واستقرار مجلس التعاون. نظام الحكم في دولة قطر هو نفس نظام الحكم في المملكة العربية السعودية كاملة. هذه أنظمة ملكية شعوبها تبايعها. عدم استقرار قطر هو خطر على الجميع، وعدم استقرار المملكة العربية السعودية هو خطر ماحق ويهددنا جميعا. أي خطر قد يلحق بالمملكة العربية السعودية أول من سيكتوي به قطر، والدليل على ذلك عودة قواتنا واستشهادهم وكانوا موجودين في عمل بطولي في نهاية المطاف. نعم. طبعا ندعو للرحمة على من استشهد والشفاء طبعا المصابين. مستمرين بالحوار، لكن خلونا نروح معاكم ونستذكر مرة أخرى القصة الكاملة من القرصنة إلى التحريض إلى المقاطعة. نجدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام، لازلنا متواصلين معكم في هذه التغطية الخاصة والمستمرة في برنامج الحقيقة. عودة لك السيد ماجد، طبعا التسريبات اللي ظهرت عن السفير الإماراتي وقال مازحا ليش ما تنقلون قاعدة العديد إلى الإمارات العربية أو أي مكان ثاني. طبعا ردا على هذا كله وعلى دعم قطر الإرهاب كما يدعون، تصريحات البيت الأبيض، تصريحات وزارة الخارجية أيضا الأمريكية الأخيرة بأن قطر شريك أساسي لمكافحة الإرهاب. طبعا التسريبات الأخيرة اللي طلعت على السفير الإماراتي عملت ضجة كبيرة وبينت ما هو مستور. نعم، حقيقة التسريبات إذا جاز التعبير في رائحة الكراهية، وهو طبعا يمثل الإمارات. هل الإمارات تكره قطر بهذه الدرجة؟ فيها حقد، فيها حسد عندما يقول أن الفيفا وقطر وجهان لعملة واحدة وهو الفساد أو توأمان للفساد. يطلب من أن قطر عدم استضافة 2022 كأس العالم. عندما يطلب شكر ما تفضل عبد الله من وزير الدفاع السابق أن يرمي قطر في الجحيم تذهل. فيه هذه حقيقة تسريبات يجب أن توقف عنها كثيرا، وتحتاج إلى حلقات وبرامج أن يجب أن يكون فيها ردة فعل قوية من دولة قطر على هذه التسريبات، التسريبات العتيبة إذا جاز التعبير. سيد عبد الله،
لو كان هناك اختلاف، وهو وارد طبعا اختلاف في وجهات النظر، طبعا هناك اختلافات عديدة في وجهات النظر في مسألة اليمن، في مسألة سوريا، في مسألة، لكن أن يتحول الاختلاف إلى خلاف هذا مرفوض طبعا، واستراتيجية دولة قطر تقوم على مبدأ الحوار. ليش ما يكون هناك يعني جلسة مصارحة، يعني خصوصا بأن الأمير الله يحفظه كان في قمة الرياض، وبعدها بيومين تمت عملية القرصنة. أنا أعتقد يدعو مجال للشك. أنا أعتقد بأن منظومة مجلس التعاون كلنا فشلنا صراحة، ليس لن أقول دولة معينة، لكن كلنا فشلنا، وللأسف أن تم التقليل من قيمة المملكة العربية السعودية، يعني بهذه بإظهارها بطريقة أنها يعني تنسق مع مصر زائد اثنين لمحاصرة قطر. قطر الصغيرة حجما، الكبيرة مقاما، لكن الحمد لله ثبت للجميع أن دولة قطر كبيرة بمحبة الشعوب الخليجية، ولازم يعني نؤكد على وقفة أهلنا في السعودية معنا، أهلنا في الإمارات، أهلنا في البحرين، أهلنا في الكويت وطن النهار، أهلنا في عمان. الكل استغرب هذه الحملة الممنهجة ضد دولة قطر، يقولون بأن دولة قطر صغيرة صغيرة ولكن تهدد أمننا القومي. طيب من الذي يهدد الأمن القومي الآن؟ تقسيم اليمن إلى جنوب وشمال، أم دولة قطر التي موجودة معك لدعم الشرعية واليمن كامل، وتغيير جوهر العملية؟ ذهبنا كلنا لدعم الشرعية، ثم تحول المشروع بقيادة أبو ظبي إلى تقسيم اليمن من يمن موحد شمال إلى جنوبي. جنوب وشمال، ثم رمي القاعدة وداعش والحوثي وعفاش اللي هو علي عبد الله صالح وابن أحمد ليكونوا هم جيران المملكة العربية السعودية، وجعل الجنوب نظيفا بطريقة معينة. هل تخفى ذلك عبد الله يعني على, على, على 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 الأخوة؟ أنا أناقش المملكة؟ أنا أناقش الأمر، بالعكس أنا أعرف أن عندهم كفاءات، أنا أناقش الأمر فقط، أفكر بصوت عال. الأمر الآخر، لو كنا ناجحين لم نحتاج إلى التنسيق مع مصر ضد دولة عضو. كيف نتحدث عن منظومة مجلس التعاون أو حاجتنا في بقائها وعدم تماسكها الآن؟ دليل على أنها وصلت إلى مرحلة تحتاج إلى إعادة نظر، إلى طريقة حل النزاعات بين أعضاء المنظومة، وليس بطريقة أن تقوم ثلاث دول بقطع العلاقات ودولتين يحاولان إصلاح الأمر، وهناك تعنت وهناك شروط ستفرض على قطر، وأمامك 24 ساعة. تخرج سكاي نيوز أبو ظبي أن أمام قطر 24 ساعة 10 شروط للتنفيذ. يعني هل هذه لغة؟ يعني هل يعتقدون بأن أصغر قطري سيقبل هذا الأمر تجاه قطر؟ ليس هذا بحسب وخضوعنا اليوم. نعم. أو انكسارنا، هو انكسارات لا تتوقف، وهذا ما لم يحدث منذ سنة 1995. هذا ما أسس للأمير الوالد، أن تكون دولة قطر مستقلة في قرارها السياسي، لا تؤثر على أشقائها في منظومة مجلس التعاون، وتكون صانعا للسلام في المنطقة، وهذا ما تسعى إليه دولة قطر. نعم. الدول. أنت نعم. وهذا ما تسعى. تفضل. أنت سألت الأخ عبد الله عن مجلس التعاون الخليجي ومنظومته وتلاحمه وقوته، وهناك ميثاق سيد ماجد، يعني أنت سألت يحدد الانتقالات ويحدد الحوار. نعم. أنت سألت الأخ عبد الله، والعبد أخ عبد الله عالم ببواطن الأمور وعالم بالسياسة ورجل قانون. أنت لو تسأل الرجل العادي في الشارع في السعودية، الإنسان العادي نعم، يقول لك لم نستفد من مجلس التعاون الخليجي، ودائما قطر متمسك مجلس التعاون. 96 تعرضنا لهجمة، 2014 تعرضنا لهجمة، والآن هذه هجمة. لا بس استفدنا. لحظة ما علي وماجد، استفدنا من التنقل بالبطاقة الشخصية، لا تنكر ذلك. بقي البطاقة الشخصية حتى حلم الاتحاد أصبح مشتت يعني نوعا ما. احنا طبعا متواصلين في الحوار، لكن أيضا نذكر أنفسنا ونذكر مشاهدينا، ونعود مرة أخرى معكم مشاهدينا إلى قراءة هذا البيان لوزارة الداخلية، حيث كشفت وزارة الداخلية النتائج المبدئية للتحقيقات الجارية بشأن جريمة القرصنة على الموقع الإلكتروني لوكالة الأنباء القطرية والحسابات التابعة لها على موقع التواصل الاجتماعي. طبعا أكد فريق التحقيق بأن عملية القرصنة استخدمت فيها تقنيات عالية وأساليب مبتكرة من خلال استغلال ثغرة إلكترونية في الموقع الإلكتروني لوكالة الأنباء القطرية، وتمكن فريق التحقيق من تحديد المصادر التي تم من خلالها القيام بجريمة القرصنة
وجاري الفرز والتحليل لتحديد الأدلة الإلكترونية بما يضمن القيام بالملاحقة القانونية والقضائية لمرتكبي الجريمة. كما أكد الفريق بأنه قد تمت عملية تثبيت ملف الاختراق بشهر أبريل الماضي، واللي تم استغلاله لاحقاً في نشر الأخبار المفبركة بتاريخ 24 من الشهر الماضي عند الساعة 12:13 بعد منتصف الليل. وأكدت وزارة الداخلية بأنه من منطلق الشفافية والوضوح لدولة قطر ولبيان الجهات المسؤولة عن هذا العمل التخريبي، فسوف يتم عرض جميع نتائج التحقيق من خلال مؤتمر صحفي لوزارة الداخلية فور انتهاء الفريق من كامل عملية التحقيق. وقد أعربت وزارة الداخلية عن شكرها وتقديرها للتعاون المثمر من قبل وكالة التحقيقات الفيدرالية FBI وكذلك الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة البريطانية NCA على حسن تعاونهما في عملية التحقيقات الجارية، والتي أتت طبعا في إطار اتفاقيات التعاون الموقعة بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة أيضا المتحدة. نجدد أيضا الترحيب بكم مشاهدينا وبضيوفنا الكرام. سيد ماجد، قبل ما نتحدث طبعا عن البيان اللي طلع اليوم الوزارة الداخلية، شلون شفت تفاعل المجتمع الخليجي في شبكات التواصل الاجتماعي؟ لا نتحدث طبعا عن المواطنين القطريين ولكن المواطنين الخليجيين وأيضا العرب بشكل عام. تفاعل طيب، تفاعل ممتاز حقيقة، نحييهم، نحيي كل الشعوب الخليجية اللي وقفت مع قطر، لذلك تم قمعها الآن بهذه العقوبات اللي أصدرها المدعي العام الإماراتي، أو التسريبات أيضا اللي ظهرت من السعوديين. هناك في عقوبات مالية وعقوبات تصل إلى السجن أقصاها 5 سنوات، كأنهم أيضا عبد الله بصفة قانوني. هناك في العقوبات في جنحة وفي جناية، هذه تعدت أيضا يعني للتعاطف، حطوه في خانة الجناية. كيف جريمة جريمة في جريمة الجريمة في جناية وجنحة، في جنحة وجناية. الجنحة تصل العقوبة مثلا سنة تحت العقوبات وحتى الغرامة المالية أقل، لكن هذه الجناية تصل إلى يعني في القتل وما قتل، هذه عقوبات يعني تصنيف الجناية، حددوها في الجناية. نعم. وهذا حقيقة يعني واضح أن مؤسف. أن نعم أن هم استشعروا، المسؤولين هناك استشعروا أن هناك في تعاطف وفي تفاعل من شعوبهم مع قطر، أن هذه حملة ظالمة مع قطر، لذلك تم القمع لهم. نعم سيد عبد الله، كما تابعنا قبل قليل والسادة المشاهدين، ما تم إصداره طبعا من بيان من وزارة الداخلية حول جريمة قرصنة الموقع الإلكتروني لوكالة الأنباء القطرية وأيضا الشبكات التابعة لهذه الوكالة، كيف تابعت البيان؟ تابع البيان طبعا اتسم بالشفافية وتعاون الـ FBI والـ NCA سيثبت للجميع بأن دولة قطر لا تريد إلا الشفافية ولن توجه أصبع الاتهام إلى أي إن كان. وهناك عدة سيناريوهات، قد يكون من اخترق موقع وكالة الأنباء القطرية هو نفسه الذي اخترق البريد الإلكتروني لسعادة السفير الإماراتي لسفير أبو ظبي في واشنطن يوسف العتيبة، ما نعرف، لعل هناك من يريد أن يشعل شرارة. على الرغم من أن ما يعرف بقناة العربية وسكاي أبو ظبي كانوا مجهزين ضيوفهم بعد أن تم بثه على موقع الوكالة وليس بالبروتوكول FTP اللي هو لنقل الأخبار بين المشتركين في وكالة الأنباء القطرية وبشكل مبرمج. لم تتوقف وسائل الإعلام، حتى مقالات كتبت في منتصف الليل وجاهزة. كتبت وجاهزة لمهاجمة هذا. فنقول ربما من اخترق الموقع يعني يتمنى من الاخوان، بعد لا يقولون FBI اخوانجيه ولا شيء ولا هذا الاخوان لا في FBI الحين FBI يمكن اخوان. هذه حقيقه فكره ممتازه من اختار هذه الجهتين NCA والFBI، حقيقه شفافيه اكثر. نعم. ولا يقولون قطريه فبركه حياديه. نعم نعم تحسب لقطر. والاخوان قبل قليل كان معنا العميد عبد الله والمقدم علي، تحدثوا بان هذه مبدئيه طبعا وهناك النتائج النهائيه، كيف تابعت البيان سيد ماجد؟ بيان واضح وشفاف حقيقه، واضح ان القرصنه كما قيل في البيان انها جاءت بتقنيه عاليه بتكنولوجيا عاليه جدا. حتى الان FBI وصلت الى بعض المعلومات والNCA البريطانيه ايضا وصلت الى بعض المعلومات، لكن حتى الان الصوره لم تكتمل. وحسب كلام بيان وزاره الداخليه ان قريبا سيتم كشف كل المعلومات والمصادر. طبعا سيد عبد الله، التحقيقات اكدت من خلال الأخوة اللي كانوا قبل قليل معانا العميد عبد الله والمقدم علي بأن التحقيقات ماشية والأدلة بإذن الله بيكون بعد 2-3 أيام بالكثير من أجل النتائج النهائية. لكن مثل ما تفضلت قبل قليل بأن
قد يكون المقرصن للجريمة الإلكترونية لوكالة الأنباء القطرية هو المقرصن للموقع الإلكتروني لسفير دولة الإمارات، لكن ما المستفيد من العملية هذه كلها برمتها بشكل عام؟ يعني دعني أستدعي تغريدة مهمة للأستاذ عبد الرحمن الراشد، قال لعل القطريين وقعوا يعني تسريب الإيميلات الذي حدث وقعوا في فخ، وأنهم لم ينشروا هذا الإيميل الجيد الذي يتحدث فيه يوسف العتيبة عن المملكة العربية السعودية. فيعني لماذا تحدث عبد الرحمن الراشد عن طعم؟ هل كان فعلا طعم؟ على الرغم من أن الجزيرة نشرت هذا البريد الذي يتحدث عنه، فإذا كان هناك جهة معينة قامت بنصب هذا الفخ يجب أن يخبرنا عبد الرحمن الراشد من الذي يريد أن يضع طعما لقناة الجزيرة أو لدولة قطر وفخ وقعنا فيه. نعم، لأن عبقري صراحة، ولازم يخبرنا من الذي استطاع أن ينسج هذا الفخ. نعم، أنا أشكركم طبعا على الحضور وأيضا على ما تفضلتم به السيد عبد الله بن حمد العذبة رئيس تحرير صحيفة العرب، ما قصرت. إن شاء الله نتمنى أمنية خليجي مواطن خليجي بأن نلتقي إن شاء الله في مناسبات سعيدة إن شاء الله. إن شاء الله. وشكر موصول لك السيد ماجد الخليفي رئيس تحرير جريدة السادة الدوحة. سيد ماجد شكرا جزيلا لك على الحضور وعلى تشريفك لهذه الحلقة. شكرا لك، لي الشرف. الله يسعدك. حياكم الله، حياكم الله. إذن للحديث بقية وللحملة تداعيات إنسانية تمس عمق الروابط الاجتماعية الخليجية، إذن نعود لكم بعد فاصل قصير، فلا تبهدوا بعيدا. فيه الكاتب عددا كبيرا من الأسئلة التي راسلت. فيه الكاتب عددا كبيرا من الأسئلة التي راسلت. نجدد الترحيب طبعا بكم مشاهدينا الكرام في الجزء الثالث من هذه التغطية الخاصة والمستمرة من برنامج الحقيقة، ونسلط الضوء في هذا الجزء على مخالفات وانتهاكات اتفاقيات حقوق الإنسان والعهود والمواثيق الدولية ومبادئ حسن الجوار التي خلفتها هذه الحملة وما تبعها من قرارات بقطع العلاقات التي اتخذتها بعض الدول مع دولة قطر. فأهلا ومرحبا بكم. من الأسئلة التي راسلت.
للمزيد مشاهدينا حول الجزء الثالث من هذه الحلقة، يسعدني أن أرحب بضيوفنا الكرام، السيد جابر الحويل مدير إدارة الشؤون القانونية في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. سيد جابر أهلا وسهلا بك. حياك الله أخو محمد. وفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن حسن المريخي، يا فضيلة الشيخ يا مرحبا ومسهلا، سعداء بوجودك معنا. الله يحييك الله يجزيك. لكن خلونا قبل بداية الحوار في هذا الجزء مشاهدينا ننتقل معكم وأيضا مع الضيوف الكرام إلى ما جاء على لسان الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر، والذي أكد أن قرارات قطع العلاقات التي اتخذتها بعض الدول مع دولة قطر قد تحولت إلى مخالفات وانتهاكات لاتفاقيات حقوق الإنسان والعهود والمواثيق الدولية الخاصة بذلك. واستعرض الدكتور المري في مؤتمر صحفي التأثيرات السلبية والإنسانية التي وقعت على مواطني دولة قطر ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية جراء هذه الانتهاكات، والتي شملت للأسف جملة من الحقوق المدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ما يرقى إلى توقيع عقاب جماعي. ونوه أيضا بأن هذه الانتهاكات قد طالت الحق في حرية التنقل والحق في التعليم وكذلك الصحة ولم الشمل، ووصلت إلى الإبعاد القسري والملكية الخاصة والعمل. ورد إلى اللجنة العديد من النداءات، وورد إلى اللجنة العديد من الشكاوي، وطبعا هذه الشكاوي ليست فقط من مواطنين قطريين ولكن كذلك من مواطنين من دول مجلس التعاون الخليجي من البحرين والمملكة العربية السعودية وكذلك من الإمارات، والتي أكدوا أن هناك بالفعل عندما نتحدث عن الحق في حرية الرأي حرية التنقل، وكذلك هناك الحق في الملكية الخاصة وكذلك الحق في التعليم والحق في هناك العديد والحق في لم شمل الأسرة، كل هذه الحقوق كل هذه القرارات أدت إلى انتهاكات صارخة لهذه الحقوق. نجدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام من جديد. فضيلة الشيخ، كداعية إسلامي كيف تابعت مسألة إغلاق الحدود من قبل الدول الثلاث، المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وكذلك مملكة البحرين من هذه الدول؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. في الحقيقة يعني هذا ألمنا كثيرا يعني، ويعني شق علينا أن يكون أغلقت الحدود بين الأشقاء بين الإخوان بين الأرحام، وإغلاق الحدود تسبب في قطع الأرحام في الفصل بين زوج وزوجته بين والد وأولاده، يعني بين كذلك بين الرجل وأخواله أو بين أعمامه. هذا يعني حقيقة آلمنا كثيرا وكدر الصفو، حتى يعني صفو رمضان وقدسية رمضان للأسف يعني انشغل الناس كلهم عن رمضان وما يجب أن يكون فيه المسلم في رمضان. فحقيقة هو يعني كدر الصفو كثيرا، وحتى يكاد يعني يفسد الجو الرمضاني الإيماني الذي يريده الله عز وجل. ويعني المواعظ سبقت رمضان بالتفرغ لرمضان وقراءة القرآن والصلاة ومراقبة الصيام، حقيقة يعني هذا تسبب في تكدير هذا الجو الإيماني الذي كان يطلب من المسلم. نعم، أنا أنتقل لك سيد جابر. طبعا هناك انتهاكات واضحة في حقوق الإنسان وانتهاك في العهود والمواثيق الدولية، كحقوقي كيف تابعت تلك الانتهاكات؟ طبعا منذ صباح أمس بعد اتخاذ القرار بإغلاق الحدود ابتدت تنهال الاتصالات ومراجعين على اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان سواء من مواطنين أو من أبناء دول مجلس التعاون يعانون من هذا القرار المجحف ومنتهك لحقهم في العمل وحقهم في الإقامة وحقهم في لم الشمل وحقهم في تعليم وحقهم في الانتقال بحرية. نعم، بين دول مجلس التعاون. وهذا يعني طبعا انتهكت جميع الاتفاقيات، لا يخشى عليك أن كل الدول مصادقة على هذه الاتفاقيات وملزمة أن تكون ملتزمة في هذه الاتفاقيات، حق التعليم وحق التنقل وحق لم الشمل وحق، انتهكت هذه الحقوق بمجرد اتخاذ قرارات ليس هناك أي مبررات. يعني حتى لو كان هناك خلاف على المجال السياسي هناك إنسان شق إنساني
احنا نتكلم الان من منظور انساني، هذا الانسان انتهك حقه وحرم من اسرته او حرم من عمله او حرم من التنقل، وهذا كل ما يحصل هو مخالفه صريحه لجميع الاتفاقيات المصادقه عليها الدول. نعم فضيله الشيخ، راينا طبعا تفاعل شعبي قطري خليجي عربي دولي بالوقوف مع دوله قطر في وجه هذه القرارات الظالمه تجاه دوله قطر، وراينا ايضا قرارات من قبل النائب العام في دوله الامارات يجرم ويتوعد بان من يتعاطف مع دوله قطر هناك سجن وهناك عقوبه. وصلنا الى هذه المرحله بتهديد الاشقاء في دوله الامارات، ولم يصدر هذا الكتاب وهذا البيان من قبل النيابه العامه في دوله الامارات الا بعد الهيجان الشعبي في دولة الإمارات العربية المتحدة وتعاطف الأشقاء، وصراحة هذا غير مستقرب، تعاطف الأشقاء في الإمارات في المملكة العربية السعودية في مملكة البحرين. هناك خلاف سياسي، لماذا التحول إلى الشعوب الخليجية؟ نعم يعني هذا مع الأسف، يعني كيف يطالبني المسؤول مثلا بألا أتواصل مع خالي أو أتعاطف مع شقيقي أو مع شقيقي أو مع زوجة مع زوجها أو يعني صعب، يعني شيء أرحام، هذه أرحام، يعني إذا كان الله سبحانه وتعالى أمر بصلة الأرحام هذا يأمر بقطيعة الأرحام؟ يعني هذا المسألة خطرة جدا، وخاصة أن هذا في 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 رمضان، يعني معروف عند أهل العلم الآن في العلم الشرعي بأن السيئة في رمضان تختلف عن السيئة في غير رمضان، السيئة في الحرم تختلف عن السيئة في غير الحرم، يعني السيئة تعظم وتكبر، ولا نقول يعني تتكرر لكنها تعظم وتكبر، يعني الذي يفعل فعلا فاحشا أو سيئة أو خطيئة في رمضان يختلف عن الذي يفعل في غير رمضان، فهذا حقيقة ارتكب جرما كبيرا ووزرا عليه وزر كبير، وخاصة يعني أن تسبب في قطع أرحام، يعني الآن الرحم يخاف من الاتصال برحمه، أو مع أن نشوف نصوص القرآن ونصوص السنة تأمر بصلة الأرحام ولا يخفى علينا، يعني الله تعالى يقول وآتي ذا القربى حقه، حق ذا القربى أن تصله، هذه رحم، هذه أرحام، الرحم تعلقت بعرش الرحمن وقالت هذا مقام العائذ بك من النار، قال نعم، أما تحبين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك، قالت بلى، قال فذلك لك، فمن وصل الرحم وصله الله ومن قطع الرحم قطعه الله، أنت تصور إنسان قطعه ربه عز وجل، يعني إذا كان الخلاف بين القيادات فليكن في 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 محيط القيادة، لماذا ينتقل للشعب؟ لماذا ينتقل للناس الأبرياء الذين لا حول لهم ولا قوة؟ لماذا يعني تأمرني بأن أقاطع خالي وعمي وولدي وقريبي ورحمي؟ هذا يعني هذا تطور خطير جدا. نعم يعني تعدينا حدود الله عز وجل، يعني فلنخاف الله تعالى ولنراقب الله تعالى. نحن عصينا الله ورسوله في رمضان، قد ممكن بعض اللي اتخذ القرارات لا توجد له صلة قربة في دول مجلس التعاون، الكل يعلم بأن امتداد القبائل العربية والعوائل العربية من الكويت إلى المملكة العربية السعودية إلى البحرين إلى الإمارات إلى قطر إلى سلطنة عمان، قد تجد قبيلة واحدة متفرقة في تلك الدول الست. أنا انتقل لك سيد جابر بهذا الموضوع تحديدا، هناك بعض الحالات صراحة اللي شفناها من خلال شبكات التواصل الاجتماعي وأيضا وصلتنا من خلال هذا برنامج الحقيقة، وهو انتقال بعض القطريين للأسف يعني من المدينة المنورة يعني بعد إتمام العمرة إلى أسطنبول، ومن أسطنبول إلى دولة أخرى، ومن دولة أخرى إلى دولة قطر، ومنع الأجواء مباشرة إلى دولة قطر. كيف ممكن نتعامل دوليا مع هذه الدول موقعة على مواثيق وعهود تخدم الحالة الإنسانية؟ طبعا هناك يقوم في الوقت الحالي لزيارات دولة قطر المفوض لجنة العفو الدولية والمقرر الخاص لحق التعليم والمقرر الخاص للصحة والعديد من المنظمات الدولية يطلعون على هذه الملفات اللي فتحت من صباح أمس إلى الآن، واللجنة تستقبل 24 ساعة على الخط الساخن وموظفين موجودين على كادر 24 ساعة. هذه المعاناة التي يعاني منها سواء المواطنين أو الخليجيين، ومن الحالات المؤسفة يعني سيدة قطرية كبيرة في السن تعيش مع ابنها وهو المعيل الوحيد لها، ابنها بحريني وعايشة في البحرين مع ابنها،
عندما ذهبت صباح اليوم إلى أحد المراكز الصحية لأخذ بعض الأدوية رفضوا بحجة أنها لازم تغادر وتأخذ علاجها من بلدها، وهي يعني تصر وتكون أنا ابني الوحيد من البحرين، وابني الوحيد وهو المعين لي. فهل وصلنا إلى هذه المرحلة؟ كذلك الطفل ما يخشى على سر يتواصل، الطفل اللي منع من أمه، الطفل ما ذنب هذا الطفل وما ذنب هذا الأم وما ذنب الاجتماعي. حنا معانا عينة من هذه الحالات، طبعا معانا أم راشد من الدوحة عبر الهاتف. أم راشد مساء الخير. مساء النور، مرحبا أخوي. مرحبا، حياكم الله. كلمينا عن الحالة الإنسانية اللي مرتي فيها. والله أنا أم قطرية وعندي ثلاثة أطفال بحرينيين الجنسية، ما عمرهم شافوا البحرين ولا عاشوا البحرين منذ طلاقي زوجي. طبعا يعني الأولاد متربين هنا في قطر، اليوم يطالبون بأن يا رجوعهم إلى دولة البحرين أو سحب الجنسيات من مملكة البحرين، تطالب بهذا الشيء. أخي كيف أخلي أي أولادي يروحون يرحلون عني؟ هم لم يعيشوا قط في البحرين، هذا قطع الأنساب وقطع العلاقات بين الدول لا يتأثر فيها الأسر. أنا أولادي وأنا وديهم قطر رحبت طبعا ولم تعلن أي شيء، والحمد لله معززين ومكرمين هنا عندنا في قطر. أولادي يدرسون، بناتي في كلية الطب زين، ولدي هنا يدرس. كيف أرجعهم للبحرين؟ من سيكون هناك المسؤول عنهم؟ من سيقوم بأمورهم؟ هذا حرام. نحن الشعوب يجب لا نتأثر بهذه القرارات. يعني أرى اليوم أن فيها إجحاد للشعوب، يجب أن تكون للشعوب كلمة، يجب أن يكون للإنسانية معنى في هذا الشيء. إحنا كأسر وكثير من الحالات ما بين الإمارات والسعودية أسمع من صديقات كثير قطع الأنساب وصلة الرحم وإحنا في شهر رمضان. هل هذا يجوز؟ هل هذا يجوز لنا إحنا في الوقت الحالي بأن أنحرم من أولادي أرجعهم لبلد لم يعيشوا فيها ولم يعاشروا فيها أي شيء وأنا وديهم؟ يجب أن يكون هناك رؤية، يجب أن يكون هناك صوت للحق، يجب للمنظمات الدولية أن ترى في هذا الأمر. يعني اليوم إحنا لا نتواجه مع القرار فقط هو سياسي، ولكن نتواجه بقرار فيها إنسانية كثير، فيها تمييز. وين حركة التنقل والسفر التي ضمنت من ضمن يعني مادة الأمم المتحدة بأن يسمح لنا بالتنقل وحرية السفر ما بين الدول؟ اليوم أنا خائفة على أولادي بأنهم قد يغادرون البلد في أي دقيقة بسبب سحب الجنسيات. يا أخوي يبي أن احنا ننظر في هذه الأمور، يعني أفكر فيها من يوم ما صار الحدث ونحن نفكر فيها. أنا خائفة جدا، أنا أولادي يهددون بهذا الموقف. يعني ما أدري كيف ينظرون هذول الناس أو هذه الحكومات التي لم ترى فيهم شعوبها، فكرت بس بمجرد مواد سياسية، لم تفكر بأن الشعوب قد تقيد بهذه الحريات، لم تفكر بأنها قد تقطع الأنساب، لم تفكر بأن هذه قد تدمر بيوت. وضعت المواد السياسية للشعوب وليس فقط في قرارات الحكومات التي ترى منظورها الشخصي فقط. يجب أن لا نتأثر بهذه القرارات، يجب أن لا نظلم بهذه الأشياء. أولادي لا يستطيعون العيش بروحهم في البحرين، من سيؤولهم في البحرين؟ وأنا أوفر لهم وأقطعهم من دراستهم؟ أمنحهم من حقهم في التعليم؟ أمنحهم من حقهم في اختيار حريتهم أين يسكنون وأين يتعايشون؟ أولادي لا، ما يعرفون في البحرين أي مكان، لا ووديهم اليوم ما يدرون. عزتهم قطر وقامت فيهم قطر، ومن هم دراستهم من هم صغار في قطر، ما يعرفون إلا هذا البلد لهم سكن ووطن. اليوم ينحرمون من هذا الحق البسيط، يكونون هناك في بلد غريب عليهم. يا إخواني والله حرام، حرام اللي قاعد يصير. مئات الأسر تتأثر بهذا الشيء. يجب أن هذه الحكومات تفكر في شعوبها وليس بأنفسها فقط. يجب أن لا ننحرم من هذا الشيء. تريدون من المواطن الصالحة، المواطن الصالحة عندما تنظر بأن الحكومات تنظر في شعوبها. أنا لا أرى في حكومة البحرين ولا في السعودية ولا في الإمارات أنها فكرت في الشعوب، هي فكرت في قراراتها السياسية فقط. أنا اليوم أنادي كل المنظمات الدولية أن تقف حد لهذا الظلم اللي قاعد يصير لنا. بيوت تنهز، فكر ينهز. أنا أم مطلقة وأنا ودي أولادي، ومن سيراعي أولادي في الأخير؟ يا إخواني حرام، إن كان الطفل عاش في حياته في بلد معزز ومكرم، إيش ينحرم من هذا الحق؟ لمجرد قرارات يعني متهورة أنا أراها، لم تدرس بطريقة صحيحة. إخواني يجب أن تدرس هذه القرارات. إحنا أهل نسب وقرابة بين دول الخليج كلها. يعني أنا اليوم لا أفكر، أنا امرأة
أفكر ولا أقعد ولا أقوم إلا أقول إن شاء الله أولادي ما يطردونهم، وهل لو سحبوا لا. لا حول ولا قوة إلا بالله، لكن يصبحون بدون هوية، لا حول ولا قوة إلا بالله، يصبحون بالهوية. وين يرثون يا إخواني؟ يجب أن يوقف هذه القرارات الظالمة المحدثة المتخوّر. نعم. يجب أن تدرس نعم. وترجع فيها مرجعية إخواني. نعم. عشاني وعشان أمهات كثير. صحيح. وأنت واحدة من هذه الحالات. نعم أم راشد، وصلت الرسالة، وهذه يعني طبيعية يعني نتاج القرارات الجائرة التي اتخذت من قبل الدول الثلاث في حق الشعوب. إن كان هناك اختلاف سياسي فهناك طاولة للحوار، هناك منظومة مجلس التعاون الخليجي، لكن أن تنكس وترجع مرة ثانية على الشعوب لا حول ولا قوة إلا بالله. فضيلة الشيخ، كيف تابعت هذه الحالة؟ والله يا أخي أقول يعني أنا قد أختلف مع أخي، الخلاف قد يكون، لكن البلية عندما يتوسع الخلاف أو عندما يكون أخي شديد الخصام معي ويعني يعاملني معاملة العدو ويتصرف معي التصرف يعني الذي لا يتوقع أن يكون إلا من عدو، فيعني وهذه فتنة، ينبغي على أخي أن يعرف أنها في فتنة. وفي حال الفتنة احنا ماذا نفعل؟ في حال الفتنة، في حال الفتنة يعني الحمد لله الله تعالى أعطانا الإيمان وأعطانا الإسلام، نعرف أن هذه فتنة، والفتنة كيف نحن مأمورون من قبل الشرع كيف نتصرف في حال الفتن؟ إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي. النبي صلى الله عليه وسلم قال سيرى اختلافا كثيرا، ستختلف الأمور عما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم عما جاءنا به رسول الله، وأعطانا العلاج. النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. في حال الفتنة نلجأ إلى الله عز وجل، نجلس كما قلت قبل قليل، نجلس على طاولة الحوار، نتفاهم، نعرف نقاط الخلاف كيف يعني، كما قال الله تعالى إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. إذا كنت تريد إصلاح وأنا أريد الإصلاح يوفق الله تعالى، ورقبة صادقة. نعم نعم. هذه إن كان سلمك الله كل واحد يريد الإصلاح يوفق الله تعالى بينهما، لكن إن كنت أنا أريد الإصلاح وأخي لا يريد الإصلاح، أو أخي يشدد الأمر ويوسع الأمر ويكبر الأمر، فهذه الحالة المأساوية. فضيلة الشيخ، أن نكون أكثر وضوحا دكتور محمد. نعم. لا أعتقد بأن من اتخذ تلك القرارات قد رجع إلى الكتاب والسنة في اتخاذه القرارات. الاختلافات واردة في كل بيت، فتخيل بين الدول. نعم. لكن أن تنتقل إلى الشعوب فهذا مرفوض جملة وتفصيلا. لا شك. إحنا مستمرين في الحوار، لكن ننتقل معكم ضيوفنا وأيضا مع المشاهدين لمتابعة التقرير واللي يوضح تأثير هذه القرارات التي اتخذتها الدول الخليجية ضد دولة قطر، حيث تم ضرب النسيج الاجتماعي للأسف. ترابط أسري واجتماعي في مهب الريح، كيف لا ونحن مجتمع مترابط الأعراق والأنساب، جمعنا الدين وباعدت بيننا قرارات سياسية. تستيقظ صباحاً لتكتشف أنك محروم من لقاء أسرتك وصلة رحمك. نجدد طبعاً الترحيب بكم مشاهدينا الكرام وبضيوفنا سيد جابر. كما شاهدنا حالة أم راشد وغيرها من الحالات، مثل هذه الحالات الموجعة صراحةً، وأيضا الحالة الأخرى اللي هي حالة المواطنة القطرية التي رفضت أن تقادر مطار أبو ظبي بحجة أن الرضيع إمارات الجنسية، الزوجة من دولة قطر مواطنة قطرية والزوج مواطن إماراتي والطفل مواطن إماراتي، رفض أن تقادر الإمارات العربية المتحدة بحجة وجود رضيع لم يتجاوز سنة أو سنتين من عمره. تعليقك على مثل هذه الحالات اللي ممكن لن تنسى، يعني هذه الحالات ممكن بكرة سياسياً يتصالحون الجماعة وترجع الأمور طبيعية، لكن اتخاذ قرارات مجحفة في حق الشعوب الخليجية، هذا الموجع، هذا اللي ما راح ينساه أبداً كل مواطن قيور على دول مجلس التعاون الخليجي. فعلاً أخ محمد، أنت قبل قليل قلت أنت إن من اتخذ القرار لم يرجع إلى الكتاب ولم يرجع إلى السنة، وأنا أقول كذلك أنه لم يرجع إلى مبادئ حقوق الإنسان ولم يرجع إلى الاتفاقيات التي صادقت عليها دولته، وإلا كان عرف أن هذا القرار مجحف ومخالف لجميع المواثيق والمعاهدات الدولية.
طبعا هذه الحالات والكثير من الحالات، انا ما اخشى عليك ممكن نوصل لنا اكثر من 400 حاله يعني من امس واليوم احنا والاتصالات وكذلك. كم حاله سيد جابر حتى الان؟ 400؟ اكثر من 400 صاحب اسره، طبعا كل شخص وراء اسره. لا اله الا الله، يعني كل شخص وراء 4-5 اشخاص طبيعي. وهذه مع بدايه الازمه، هذا خلال يومين يعني. نعم. تجاوز 400 حاله، والكل منهم يعاني من اشكاليات نفس ام راشد او لا، يعني شخص كان انتهك ثلاث حقوق في شخص واحد، حق العمل وهو حق مشروع، حق تعليم ابنائه وهو حق مشروع، حق لم شمل الاسره حيفرق بينه وبين اسرته، يعني ثلاث حقوق طرف فيها الحائط بمجرد قرار. للاسف نرى تطبيق لحقوق الانسان ولمفاهيم حقوق الانسان في القرض، ونحن اولى بديننا وبسنة النبي أن نطبقها على أرض الواقع وأن نتكاتف مع الأشقاء في دول مجلس التعاون. طبعا احنا مستمرين، لكن معانا أيضا أبو عبد الرحمن من الدوحة عبر الهاتف. أبو عبد الرحمن مساء الخير. مرحبا مس نور، الله يحييك. الله يبقيك. صف لنا الحالة أبو عبد الرحمن. والله يا أخي الحالة يعني بصراحة ما تسر بالنسبة لها، لكن نقول حسبنا الله ونعم الوكيل على من كان السبب. حسبنا الله ونعم الوكيل على من كان السبب. الحالة يا أخي تفرقة ما بين الأشقاء، تفرقة ما بين الولد وأبوه، تفرقة ما بين وقطع صلة الرحم يا أخي. الحالة والله بصراحة يعني ما تسر. وبالنسبة للقرارات هذه بصراحة أنا أشوفها يعني جائرة بحق قطر. قرارات جائرة تفرق قلبه عن ولده، وتفرق قلبه عن ولده، وتفرق الأسرة في شيء منهم بالسعودية، وشيء منهم بقطر، وشيء منهم بالإمارات، وشيء منهم يعني تحط حواجز ما بينهم. نعم، لا حول قوة إلا بالله. وكما ذكرنا أخوي أبو عبد الرحمن بأن الروابط ممتدة يعني من الكويت إلى سلطنة عمان، مثل ما تفضل السيد جابر بأن ممكن قبيلة واحدة قد تمتد من خلال دول مجلس التعاون الخليجي الست. لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم نعم نعم، لا حول ولا قوة إلا بالله. وأنا الحين بالنسبة لي أنا كموظف هنا بالدوحة أشتغل بحقوق الإنسان، وأنا أعاني من مشكلة، يعني أنا عندي مواعيد وتابع علاجي، وعندي موعد عملية يعني بعد بداية الأسبوع. وين؟ في الدوحة ولا خارج الدوحة؟ لا والله بالدوحة. الله يشفيك ان شاء الله. وعيالي نص عيالي هنا ونص عيالي بالسعوديه يا اخي هناك، والقرار هذا يعني حطمنا تحطيم بصراحه، حطمنا تحطيم وفرقنا عن عيالنا وفرقنا عن عمليه الالتقاء. ابو عبد الرحمن الحين شلون تشوف العيال؟ انت في قطر وعلى وشك عمليه، الله يشفيك ويشفي مرضانا جميعا، كيف ممكن تلتقي بالعيال في السعوديه؟ والله يا اخ احمد، اخ الحمد لله ما ادري، يعني انا ما ادري شلون التقي بهم الا يعني عن طريق ان الله يزين الامور، وان الله يهدي على ما قال قادتنا، الله يجعل ان شاء الله يجمع شملهم على البر والتقوى والامن والامان، وان الله يزين النفوس، وان شاء الله باذن الله يعني انا واثق ان الله سبحانه وتعالى يحله، واعتبره سحابه صيف. نعم. باذن الله ان شاء الله ان سحابه صيف بتنتهي ان شاء الله. نشكرك ابو عبد الرحمن فضيله الشيخ. شلون تعليقك على مثل هذه الحالات؟ مواطن قطري لديه أبناء أو أبناء أخوان له لا يستطيع أن يراهم الآن في المملكة العربية السعودية، وعادة مثل ما تفضل أبو عبد الرحمن قبل قليل بأنه على وشك عملية يعني يحتاج الزيارات، مثل ما تعرف منظومتنا طبعاً يعني طبعاً يحتاج إلى أهله لا شك. نعم. عند الله عز وجل يعني هذه قطع للرحم، قطع يعني بين الوالد وبين أولاده. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، هذا إذا كان المؤمن للمؤمن العادي، فما بالك إذا كان هذا والد أو كان هذا يعني كان أولئك كانوا أولاد يحتاجون إلى والدهم. يعني الآن الزوجة تحن إلى زوجها، والأولاد يحنوا إلى والدهم، والوالد نفسه يحن إلى أولاده، هو في حالة مرضية يحتاج إلى بعد الله عز وجل إلى من يقف معه. يعني هذه في قطع كبير والعياذ بالله. فضيلة الشيخ يا أخي أنا ما أتعجب، يعني فضل. يعني ألم يقرأ هذا كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني نحن أنا أقول نحن في الخليج أو في البلاد الإسلامية ميزنا الله عز وجل بإيماننا وإسلامنا، يعني هذه
لا تكاد إذا وجدت في البلاد البعيدة فلا لا تستغرب، لكن تستغرب لما توجد بين المسلمين والمؤمنين، أو لما يتسبب فيها مسلم ومؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر، يؤمن بما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله. كيف تتصرف؟ ماذا ستقول لربك عز وجل؟ يعني هو يفكر يعني يرى أن المسألة سهلة بين يدي الله عز وجل؟ الله تعالى يقول يعني أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، هل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ قطيعة الرحم خطيرة جدا، يعني الذي يقطع الرحم أو الذي يتسبب في قطع الأرحام والله ما ينتظر خير، والله ما ينتظر خير دائما. والعاصي بصفة عامة لا ينتظر خيرا أبدا، يتوقع الأخذ من الله عز وجل في أي لحظة، وفي المقابل الطائع يتوقع كل خير في أي لحظة. حقيقة هذه يعني أشياء حوادث مأساوية مأساوية، يعني فعلا تعديت حدود الله عز وجل في المسألة، ما في داعي لهذا. والله إن نحب أخواننا ويحبوننا ونريد لهم الخير ونريد الصلح ونريد أن نكون معا، يا أخي الكريم نحن الآن العدو يتربص بنا. الله أكبر، صدقت يا أخي، في أعداء تتربص بنا نحن نراهم برؤية العين، العين المجردة. يعني هل غاب عن إخواننا عفى الله عنا وعنهم العدو المتربص لنا حتى نفتعل أزمة ولا مشكلة، بدل ما نكون مع يدا واحدة ونقف في وجهه يدا واحدة؟ عدونا يريد، يعني عدونا يعني يضحك على 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 قطر مثلا بس؟ لا والله، العدو لن يشبع، لن يشبع حتى يستأصلنا جميعا عياذا بالله. نحتاج إلى وقفة صادقة أولا مع الله عز وجل، ثم مع بعضنا البعض، ثم يا أخي ليعذر بعضنا بعضا يا أخي. يعني من نحن بشر، العصمة للأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، من الذي لا يخطئ؟ فلو فرض لو صار يعني صار، فما بالك الآن ما صار خطأ، لكن مجرد كلام بلا أدلة، بلا أدلة. هذا ما أكده بعد الناطق الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي بأن خلاص لا يوجد من يطالب إسرائيل من بعد اليوم باحترام حقوق الإنسان وحماية الشعب الفلسطيني. هذا أول متشمت. طبعا هذا العدو الآن يضحك علينا، حتى لأنه كتب يريد يقول أنتم في شهر الفضيل، يقول إيه كتب يذكرنا بالشهر الفضيل. هذا هذه بلية فعلا، يعني هو وهو على 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 ملته وحاله يذكرنا يقول أنتم شو قاعدين تسوون؟ يعني أنتم مسلمون وتقولون رمضان، ورمضان شهر التقوى وشهر شهر القرآن، ما هذا الذي يحدث بينكم في رمضان؟ هذا من ملة بعيدة عنا، لا حول ولا قوة إلا بالله. سيد جابر، طبعا هناك الرجوع للجنة حقوق الإنسان الدولية، وهناك اتفاقيات بين الدول موقعة، كيف ممكن التنسيق مع تلك الجهات الدولية طبعا والتي تنضوي تحت منظمة الأمم المتحدة؟ نعم طبعا، اللجنة منذ اتخاذ القرار ابتدت في تواصل مع هذه المنظمات واختارهم بما حصل وما تتعرض له المجتمع، سواء من مواطني مجلس التعاون أو من المواطنين القطريين، لهذه الانتهاكات، انتهاكات في حق التنقل، انتهاكات في حق التعليم والصحة وغيره. وهناك إجراءات تتخذها اللجنة مع هذه المنظمات، وهناك بعض ممثلي المنظمات قاموا بزيارة قطر، وبإذن الله إن شاء الله هناك يعني سعي وجهد من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في هذا المجال. نعم فضيلة الشيخ، خلنا نرجع بمن اتخذ مثل هذه القرارات، هل يتوقع بأن نتيجة تلك القرارات إلى ما وصلنا إليه الآن، مثل ما تفضلت قبل قليل أم راشد وأيضا أبو عبد الرحمن وغيرهم من الحالات الإنسانية، هل وضعت بالتصور بأن مثل هذه الحالات ستكون على الطريق، أم أن الموضوع مستتب وقطع العلاقات وانتهى الموضوع؟ يعني أنا أقول لهذا الذي اتخذ هذا القرار، يعني هل راقبت ربك عز وجل؟ هل ترى أن اللي فعلته هذا الآن هل هو مما يرضي الله عز وجل؟ هنا المحاسبة يا أخي. يا أخي أنا أقول لك شيء واحد، نحن والعياذ بالله يعني نحن لا نراقب الله تعالى، هذه البلية. يعني هذا الذي يتخذ القرار هل سأل نفسه كيف الأمر هذا عند الله عز وجل؟ حتى يراجع نفسه. نعم نحن والله نريد يعني أنفسنا الأمارة بالسوء، نريد أن نذكرها بالله عز وجل،
يجب على الإنسان أن يلتفت إلى نفسه، إن النفس لأمارة بالسوء يجب أن نقوم عليها بصوت الطاعة ونذكرها بالقرآن ووعيد الله عز وجل. تتخذ قرار بتسبب في هذا الحال كله. فضيلة الشيخ، لن نختم إلا بكلمة أخيرة، وياليت يكون دعاء أو كلمة يعني تقرب الشمل الخليجي، تقرب ما نحن فيه. طبعا الكل يتشمت بحال دول مجلس التعاون الخليجي، ياليت كلمة أخيرة منك. والله يا أخي، أولا أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، اللهم آمين، أن يعيد الإخوة إلى إخوانهم، وأن يرجع الحال الذي يريده الله عز وجل، يرجع الأخ إلى أخيه وتصفو النفوس، ويعني يهون البعض حاله شوي لله عز وجل ويرجع إلى إخوانه، ويعلم أننا لا يعني لا نستطيع أن ينفك بعضنا عن بعض، نحن أخوة وأولاد أم وأب وأولاد عمومة وقبائل، عمي هناك وخالي هنا وأنا هنا ووالدتي هناك ووالدي هناك في المكان الآخر، لا نستطيع أن ننفك عن هذا، هذا خطر جدا، يعني لنفكر في هذا والله. هذه نقطة. النقطة الثانية، نعمة الله علينا كبيرة، نحن الآن يد واحدة الحمد لله، يد واحدة الحمد لله، فلماذا نجزئ أنفسنا؟ لماذا نجعل من أنفسنا سخرية للعالم؟ كل العالم يتكلم علينا، ما الذي يحدث في الخليج؟ لماذا؟ ما الذي جرى؟ نحن وإياكم في خير وإخوة، والحمد لله جلسنا مع بعض وأكلنا وشربنا وزرنا وقمنا وبنينا مع بعض، فلماذا نهدم أنفسنا اليوم؟ النقطة الأخيرة أقول، يعني هل غفلنا عن عدو لنا في الشرق والغرب؟ لنا أعداء يتربصون بنا، يريدون والله يريدون أن يرون الخليج يحترق، هذه سعادتهم والعياذ بالله. فهل انتبهنا جميعا لهذا؟ والله هناك عندنا أمور مهمة جدا، مثل هذا نكون يدا واحدة، عدو يتربص بنا ينتظر الفرصة. لا حول ولا قوة إلا بالله. فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن حسن المريخي، شكرا جزيلا لك على هذه الكلمات، وايضا على بارك الله هذا الحضور. والشكر موصول لك السيد جابر الحويل، مدير اداره الشؤون القانونيه في اللجنه الوطنيه لحقوق الانسان. سيد جابر، شكرا جزيلا لك. عفوا اخوي محمد، بارك الله، حياكم الله. لنذهب مشاهدينا الى فاصل، ونترككم مره اخرى مع هذه اللقطات، ثم نعود لمواصله هذه الحلقه.
يفكر فيه الكاتب عددا كبيرا من الأسئلة التي راجعت. فيه الكاتب عددا كبيرا من الأسئلة التي راجعت. نجدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام، لازلنا متواصلين معكم في هذه التغطية الخاصة والمستمرة ببرنامج الحقيقة، ونرحب أيضا بالضيوف اللي انضمونا معنا، السيد صادق بن محمد العماري رئيس تحرير جريدة الشرق. السيد صادق يا مرحبا ومسهلا، سعداء الالتقاء المرة الثانية. أهلا وسهلا فيكم بالسادة المشاهدين، حياك الله. ونرحب أيضا بالسيد جابر بن ناصر المري مدير تحرير صحيفة العرب. سيد جابر يا مرحبا ومسهلا. حياك الله أخوي محمد، يا مرحبا، حياكم الله. لكن خلونا قبل ما نبدأ الحوار مشاهدينا نعود مرة أخرى معاكم وأيضا مع ضيوفنا الكرام إلى قراءة هذا البيان لوزارة الداخلية، حيث كشفت وزارة الداخلية النتائج المبدئية للتحقيقات الجارية بشأن جريمة القرصنة على الموقع الإلكتروني لوكالة الأنباء القطرية والحسابات التابعة لها على مواقع التواصل الاجتماعي. وقد أكد فريق التحقيق بأن عملية القرصنة استخدمت فيها تقنيات عالية وأساليب مبتكرة من خلال استغلال ثغرة إلكترونية في الموقع الإلكتروني لوكالة الأنباء القطرية، وتمكن فريق التحقيق من تحديد المصادر التي تم من خلالها القيام بجريمة القرصنة وجاري الفرز والتحليل لتحديد الأدلة الإلكترونية بما يضمن القيام بالملاحقة القانونية والقضائية لمرتكبي الجريمة. كما أكد الفريق بأنه قد تمت عملية تثبيت ملف الاختراق بشهر أبريل الماضي، والذي تم استغلاله لاحقا في نشر الأخبار المفبركة بتاريخ 24 من الشهر الماضي عند الساعة 12:13 عند منتصف الليل. وأكدت وزارة الداخلية بأنه من منطلق الشفافية والوضوح لدولة قطر ولبيان الجهات المسؤولة عن هذا العمل التخريبي، فسوف يتم عرض جميع نتائج التحقيق من خلال مؤتمر صحفي لوزارة الداخلية فور انتهاء الفريق من كامل عملية التحقيق. وقد أعربت وزارة الداخلية عن شكرها وتقديرها للتعاون المثمر من قبل وكالة التحقيقات الفيدرالية FBI والوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة البريطانية NCA على حسن تعاونهما في عملية التحقيقات الجارية، والتي أتت في إطار اتفاقيات التعاون الموقعة بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة. سيد جابر، كيف تابعت هذا البيان؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أعتقد أنه يوما بعد يوم تتكشف لدى المتابع لهذه القضية التي يعنى بها جميع مواطني دول مجلس التعاون، يوما بعد يوم تتكشف هذه المؤامرة وخيوط المؤامرة منذ بدايتها في قرصنة وكالة الأنباء. وأعتقد أن القادم محرج أكثر لمن تورطوا في هذه القرصنة، ومن المستفيد أيضا ومن جهز لها. في الحقيقة يعني بداية ردود الأفعال على من خلال متابعتي إنه بداية ردود الأفعال على نتائج هذه القرصنة، كان فيه مؤتمر صحفي اليوم لمعالي وزير الخارجية السعودي عادل جبير مع نظيره الألماني، فعندما تحدث عن القرصنة ذكر بأن لا معلومات لدينا عن أي قرصنة للإعلام القطري،
ثم سئل اذا كانت نتيجه بما معناه انه اذا كانت نتيجه هذه القرصنه انه هذا كلمات انه التصريح الذي نسب لي صاحب السمو الشيخ تميم بن محمد الثاني كذبا، فاخذ يستدعي الماضي ويقول هذه امور قديمه وليس لها علاقه. اذا السؤال الموجه، اذا كانت هذه الامور قديمه، لماذا تزامنت هذه الهجمه الشرسه والتحضيريه لهذه القرارات وهي قرارات قطع العلاقات الدبلوماسيه، لماذا ابتدات هذه الحمله الاعلاميه في نفس ليله القرصنه لوكاله الانباء القطريه؟ بالاضافه الى انه وزير الخارجيه ذكر في الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني ذكر في اكثر من مناسبه ان احنا سبق والتقينا، كان في اجتماع تشاوري في الرياض اللي هو اجتماع وزراء الخارجيه، وزراء الخارجيه كان في اجتماع خليجي امريكي ومن ثم اصبح هناك اجتماع عربي خليجي امريكي. لماذا لم تتم مصارحه دوله قطر بهذه الامور؟ يعني الشيخ محمد عبد الرحمن ذكر ان احنا التقينا في اكثر من مناسبه في لقاء تشاوري وفي غيره، لم يذكر لنا احد ان هناك اي نوع من انواع الخلاف. يعني هل كان الهدف هو عنصر المفاجاه؟ يعني هل كان الهدف ان يبثون الرعب في المجتمع وان على اساس ان والله احنا تونا الحين اكتشفنا؟ وللاسف الشديد اخذ يستدعي الماضي قديم، وانا برايي حقيقه يعني وكل اللي يعني عاصروا الازمات اللي احنا مرينا بها للاسف من الاشقاء من 1996 الى اليوم يعرف انه استدعاء الماضي ليس في مصلحتهم ابدا حقيقه. نعم. استدعاء الماضي ليس في مصلحتهم. يعني نحن ومن تم التجني علينا في قطر في عام 1996 وغيرها من الامور هذه نحاول بقدر الامكان ان نتجاوز هذه الامور ولا نثيرها لا في الشان الاعلامي ولا 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 ندخل الشعوب في اي خلافات في وجهات النظر السياسيه بين البلدين. ولكن للاسف الشديد يعني انا حقيقه يعني اكلمك وانا جدا متاثر من الفقره السابقه انه في ناس يعني لا اعتقد انه يعني وانا ذكرت يمكن في اللقاء السابق انه انا اكاد اجزم ان هناك من يريد ان يسقط المملكه العربيه السعوديه من اعين الشعوب، ربما يريد ان تنزل الى هذا المنزلق. نعم. ابو عبد الرحمن انا سؤالي موجه لوزير الخارجيه او القائمين على حساب وزاره الخارجيه في تويتر حينما وجهوا رسائلهم الى هذا الشعب القطري بغض النظر ناهيك عن انها يعني غير متبعه دبلوماسيا غير متبعه وتتنافى مع جميع الاعراف الدوليه. نعم صحيح. وتصدوا لها بفضل الله سبحانه وتعالى الشعب القطري بامور كثيره، ولكن الرساله اللي هم موجهينها وحاطين بعد معاها الميوزك الحزين اذا كانوا هم يشوفون ان الشعب القطري انه ممكن يشكل خطر، وجود الشعب القطري في السعوديه ممكن يشكل خطر على السعوديه، رغم انه كل الاحداث من اول من بدايه ما كان ما بدا يستخدم العالم جمله الارهاب، ولله الحمد لم يتورط قطري واحد في اي عمليه ارهابيه على مستوى يمكن 15 سنه او 20 سنه اللي طافت من اول ما قاموا يتكلمون عن الارهاب وقبل ذلك ايضا. فضل من الله سبحانه. بل بالعكس يعني كنا ضحايا هذا الارهاب، سواء في لندن يعني توفى الله يرحمه ويسكن الجنه احد طلبتنا من فتره طويله نتيجه الارهاب في لندن يعني. فالسؤال موجه الان لحساب وزاره الخارجيه، يعني اذا كان المواطن القطري يشكل خطر من وجهه نظركم على السعوديه وعلى الامن القومي السعودي مثل ما ذكرتوا، يا اخي ليش تمنعون عيال ابو عبد الرحمن اللي كلم قبل شوي، ليش تمنعونهم انهم يزورون ابوهم اللي بيسوي عمليه بعد اسبوع؟ انا حقيقه جدا تاثرت من المكالمه هذه. يا اخي انت تمنعني ان واحد من فقدت كبدي يجي، انا قد يعني ادخل العمليه هذه قد يعني اعود على قيد الحياه او قد ما اقوم من البنج. يا اخي احنا في قطر ما نشوف ولا حد من مواطنين دول مجلس التعاون يمثل اي خطر علينا. يا اخي اذا انتم صدق فعلا قصدكم انه الشعب القطري ممكن يشكل خطر عليكم، يا اخي لا تمنعون مواطنينكم يا اخي من انهم يجون يسلمون على اهلهم وعلى بغض النظر عن صله الرحام، ونحن في شهر فضيل، رجل بيسوي عمليه. اذا كان فعلا رسالتك بانه انت الموضوع فعلا، وانا اكاد اجزم ان العالم كلهم عارفين ان الموضوع هذا ليس له ادنى علاقه بموضوع والله احتياطات امن قومي او احترازيه، كل اهل السعوديه يعرفون اهل قطر فرض وصايه ويعرفون محبتنا لهم ويعرفون احنا ما نرضى عليهم مثل ما احنا ما نرضى على قطر، بدليل ان الخبر اللي طلع اليوم وصول قوه ايش؟ قوه الواجب. رغم انها ما تحارب على ارض قطريه لكن سميت قوه الواجب لان الدفاع عن المملكه العربيه السعوديه هو واجب على كل قطري. نعم نعم. هذا مثل ما تفضلت بأن الرجوع إلى التاريخ لن يخدم أبداً ولن يلتقي ولن يسلم خليجي على خليجي. طبعاً التاريخ مليء
بالصراعات والأشياء اللي دائما نحاول أنها ما نطريها ولا نجيبها. لكن إحنا نتحدث طبعا، تحدث قبل قليل بأن سعادة وزير الخارجية، وهذا رد على وزير الخارجية في المملكة العربية السعودية بأن هناك قطر كذا وطفح الكيل. الكيل هذا في يومين كنا مع بعض في تاريخ 20 و21، حضور اللقاء التشاوري وأيضا حضور اللقاء التشاوري 17 بين قادة دول مجلس التعاون، ثم القمة الخليجية الأمريكية، وبعد ذلك القمة العربية الإسلامية الأمريكية، ولم يحصل شيء. لكن هي عملية مدروسة ومسرحية. وأنا أعتقد أخوي محمد بعد يعني أعتقد حتى من يعلن هذه القرارات قد يكون في قرارات نفسه غير مقتنع بالرحاصة ولكن ينفذ أوامر. والدليل بدليل أن وزير الخارجية المفوه المعروف عادل جبير كانت طريقته اليوم في الحديث طريقة من لا يملك وجهة نظر صائبة. نعم، الكل تابع المؤتمر الصحفي لوزير الخارجية مع وزير الخارجية الألماني. سيد صادق، كيف تابعت البيان وزارة الداخلية حول جريمة القرصنة بمشاركة طبعا الـ FBI وغيرها من الشركات من أجل ضمان الشفافية طبعا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم بيان الداخلية كشف الحلقة الأولى من مسلسل التناقضات الذي بدأ ليلة 24 مايو بقرصنة وكالة الأنباء القطرية. الحلقة الأولى نعم. أو المشهد الأول في المسرحية الفاشلة تمثيلا وإعدادا وإخراجا. والدليل على فشلها أن قيام دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية بمعاقبة مواطنينها الذين يبدون تعاطف مع دولة قطر، الذين كشفوا المسرحية وكشفوا مدى ركاكتها وضعفها بعقوبات تصل إلى 15 عام في السجن أو $500,000 أو درهم غرامة، وهي تعادل مهربي المخدرات على فكرة، ربما أكثر. مهربي المخدرات 20 من 15 إلى 20 و200 و300، الجماعة زادوها بأكثر من ذلك من المبالغ. نعم. لا حول ولا قوة إلا بالله. بالإضافة إلى ذلك تفكيك هذا التحالف الوهمي الذي جرى، موريشوس تبرأت من ما قاله أو ادعوه أنها قطعت العلاقات مع قطر، أنكرت ذلك وطلبت الحوار. الشعب الموريتاني وقفته أمس في صف دولة قطر، مع المفارقة نريد هنا أن نذكر المفارقة أن موريتانيا سمحت لشعبها بالتظاهر ضد قرارها السياسي ونظموا مظاهرة في حب قطر وفي دعم دولة قطر، بينما الشقيق القريب والأخ والنسيب نعم وابن الخالة وابن العمة ممنوع من أن يتعاطف مع دولة قطر أو مع أهل قطر، وهذا طبعا يشكل شرخ كبير في النسيج الاجتماعي والأخلاقي في منظومة مجلس التعاون. نحن نعرف العلاقات الاجتماعية الممتدة بين قطر والمملكة العربية السعودية وكل دول شبه الجزيرة العربية. قيامهم بقطع هذا أو بمحاولة قطع التواصل الاجتماعي يعني أمر كبير جدا، وأمر كما ذكره الشيخ محمد بن حسن المريخي يعني من العظائم ومن الكبائر، وخصوصا في شهر رمضان المبارك. هم يعتقدون أن هذا بالمقاطعة هذه أن أهل قطر سيخضعون، ولا يعلمون أن أهل قطر معتادون على الشدائد من قبل النفط مرورا بأزمة 1996 المحاولة الانقلابية الفاشلة وأزمة سحب السفراء، معتادون. والدولة لديها خطط استراتيجية سواء في الغذاء أو في الدواء أو في كل ما يهم المواطن والمقيم. لذلك هناك سلسلة من التناقضات يجب أن نرصدها، وخصوصا في بداية المسرحية الهزلية في ليلة 24 مايو واستعداد القنوات الفضائية العربية وسكاي أبو ظبي. هل تعلم أن قناة العربية بثت أول تغريدة تعليق على التصريحات المزيفة بعد ورود الخبر في وكالة الأنباء الخبر المزيف ثلاث دقائق؟ ما هذا الاستعداد الهائل والاستعداد المرتب له؟ تجاهلوا طبعا النفي الذي أورده سواء الشيخ عبد الرحمن بن حمد الثاني في الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإعلامية أو مكتب الاتصال الحكومي، كل هذه طبعا تجاهلوها لاستمرار تنفيذ أجندتهم. البيانات التي صدرت في المقاطعة كلها تتناقض مع بعضها. البيانات الدول الثلاث. الدول الثلاث. نعم. قالوا أن قطر تدعم الحوثيين. أين 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 أحمد علي ابن أحمد علي صالح اللي هو الحليف القوي الحوثيين في أبو ظبي؟ قالوا أن قطر تدعم الإرهابيين الذين يفجرون في القطيف، ولا لم يرد منهم أي دليل واحد. الجبير أمس ماذا قال بعد ما قال القطيف والسعودية قالت القطيف والإخوان؟ ذكر حماس. ما هو الخطر الذي تشكله حماس على المملكة العربية السعودية؟
لا يوجد. حماس حركة مقاومة في فلسطين تقاوم المعتدي والمحتل، لا تقوم بأي عمليات مسلحة أو إرهابية في أي دولة من دول من الدول العربية. قالوا إيران، قالوا قطر تدعم إيران وتدعم الأحواز. كيف يستقيم يعني الأمر بين الضد؟ تناقضات. حنا بنرجع على الحالات الإنسانية، اسمح للسيد صادق وأخوي جابر وأيضا المشاهدين الكرام عن الحالات الإنسانية اللي مرت فيها بعض المواطنين. معانا حالة أخرى معانا عبر الهاتف وتركي. وتركي مساء الخير. مساء النور. حياك الله، كلمنا عن الحالة اللي مرت فيها. الحالة الله يسلمك يا أخ محمد. الواحد يعني ينتظر يعني شهر الرحمة، شهر البركة، شهر رمضان. هذا شهر عظيم من أفضل شهور السنة عشان الواحد يتواصل مع خواله في الإمارات. يعني ألاقي إنه مثلا بيني وبين خوالي هناك، عيال خوالي وجماعتنا اللي هناك، الاتصالات بينهم مجرد رسمية، سلام عليكم السلام، ما يبي يطولون معي في التليفون. المسجات وقفت كلها عشان خوف من النائب العام اللي نزل القرار الظالم هذا اللي هو قطع الروابط والعلاقات الاجتماعية والإنسانية. يعني هذا حرام، هذا لا يرضي الله ولا رسوله إن أي واحد منهم بيسلم على، يعني أنا كيف أروح لهم الحين؟ هم كيف يروحون لي؟ كيف الزيارات هذه العائلية تتم؟ بوتركي أنت تتكلمهم الآن ويبدر منهم كلام رسمي، يعني ما في أخذ وعطى في الموضوع. يعني تحس إيه، تحس إنهم خايفين. يعني واحد منهم لمح لي إنه سامحني يعني فهمت أنا إنه خايف من تلفوناتهم مراقبة، مسجاتهم مراقبة، خايفين من هذا النص مليون و15 سنة. يعني عشان أنا أوصل في رحمي في أقاربي وفي أهلي أنسجن 15 سنة أو أقرم 500,000، هذا ما يجوز، هذا يعني لا يرضي الله ولا رسوله. يعني وين راحت المشاعر الإنسانية؟ الناس في رمضان ينطرون رمضان عشان إذا في واحد زعلان عليك تروح تسلم عليه، تروح تصالحه. كيف إنك أنت يعني تجرأ؟ وين الإنسانية؟ وين كيف يصلي الواحد هو يقطع في صلة الرحمة؟ ما يجوز هذا، ما يجوز يا أخي محمد. صحيح. حسبنا الله ونعم الوكيل، ونعم الوكيل. الواحد يعني يتمنى الأيام الفضيلة هذه عشان يحاول إنه يوصل في اللي يصير له، يوصل في اللي يقرب له، في جاره، في صديقه. يعني ما يجوز الكلام هذا ما يجوز. لا حول ولا قوة إلا بالله. شكرا أبو تركي، شكرا. تعليقك سيد صادق. لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه يعني سابقة خطيرة في تعامل بين دول مجلس التعاون. احنا شفنا النيابة العامة تتكلم عن وشو، عن شبكات التواصل الاجتماعي، حتى التليفونات يا جماعة تراقب بالخالي ولا بن عمي ولا في هذه المناطق. يعني اتصالات شبه يومية بين الأشقاء، يعني حتى في الاتصالات شلون يعني. هذه تفضل أبو تركي قبل قليل وقال يكلموني بطريقة رسمية، هو ما يدري هذاك الطرف الثاني في الإمارات هل تعاملي مع شقيقي في دولة قطر من خلال الطريقة الرسمية يعني يبعدني شوية من القانون، من التهمة، من دفع التهمة. فهو يعني ربما له. حتى هذا الذي يكلمه بصيغة رسمية ربما يقع تحت طائلة هذا القانون. صحيح، ربما يقع. صحيح. أنا كنت أريد أن أكمل حديثي بخصوص التناقضات والتناقضات اللي طلع في البيان، في البيانات. نعم. الثلاثة التي اتفقت أن قطر تدعم الإرهاب. المواقف الأوروبية والغربية والموقف الأمريكي نسف هذه البيانات وأفرغها من محتواها. هذه الدول هي تعتبر الإرهاب العدو رقم واحد لها، وتلاحق أي شخص يمول الإرهاب، فما بالك إذا كانت دولة قطر تقوم بهذا الفعل. مواقف الأوروبية نسفت هذه الادعاءات وهذه التهم التي لم يقدموا عليها أي دليل، وقالوا أن احنا نسمع من تقارير إعلامية التي تروج لها القنوات المدعومة منهم. ما الهدف من هذا كله؟ الهدف من هذا كله هو فرض الوصاية على قطر باختصار، باختصار شديد. هذه التهم كلها شماعة وكلها يعني أغطية للغرض الرئيسي والهدف الرئيسي الذي هو فرض الوصاية على قطر. وأعلننا من هنا، والأعلن الأخ جابر وأنا أعلنت وغيري أعلن أن هذا الأمر خط أحمر، وقطر لا تفاوض في هذا الأمر فرض الوصاية. أي ملف آخر يمكن التداول بشأنه والنقاش حوله، ما عدا فرض الوصاية على قطر خط أحمر. نعم، احنا مستمرين في الحوار لكن ننتقل أيضا إلى هذا الخبر، حيث
عقد صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى مع أخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة اجتماعا اطلع سموه خلاله على مساعيه الكريمة في محاولة حل الأزمة في العلاقات بين دولة قطر وكل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين من أجل عودة العلاقات إلى طبيعتها ووحدة صف دول مجلس التعاون الخليجي. من جانبه أيضا أعرب سمو الأمير عن شكره وتقديره لجهود سمو أمير دولة الكويت الشقيقة المخلصة من أجل حل الأزمة الخليجية. حضر هذا الاجتماع مشاهدين سمو الشيخ عبد الله بن حمد آل ثاني نائب الأمير وسمو الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني الممثل الشخصي لسمو الأمير وعدد من أصحاب السعادة والوزراء كما حضر أعضاء الوفد الرسمي المرافق لسمو أمير دولة الكويت. أيضا وقد تقدم حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى مستقبلي أخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة لدى وصوله إلى مطار حمد الدولي في زيارة أخوية قصيرة للبلاد، كما كان في الاستقبال سمو الشيخ عبد الله بن حمد آل ثاني نائب الأمير وسمو الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني الممثل الشخصي لسمو الأمير وعدد من أصحاب السعادة الوزراء. تعليقك سيد جابر على هذا الحراك، طبعا نوجه الشكر والتقدير لقيادة وحكومة وشعب أخواننا في دولة الكويت على الحراك، طبعا الحكومة والقيادة على الحراك الدبلوماسي وأيضا تفاعل الأخوة والأشقاء في الكويت على ما يحدث الآن من حملات إعلامية مقرضة ضد دولة قطر. ليس لنا أن نقول بيض الله وجيههم، بيض الله وجيه أبو ناصر الشيخ صباح الأحمد، وبيض الله وجه الشعب الكويتي الذي تعلم من أميره الشيخ صباح الأحمد مثل ما احنا تعلمنا من الشيخ تميم. احنا حتى في ردودنا لهم وقد ذكرنا في اكثر مره ان احنا تعلمنا ان ان انك انك حتى لو بتدافع عن وطنك تدافع باخلاق. هم ايضا تعلموا من الشيخ صباح الأحمد الدبلوماسيه وتعلموا المحاوله والمحافظه على وحده مجلس التعاون. يعني كان موقف الشعب الكويتي حقيقه يعني كان جدا مشرف، واطلقوا اعتقد وسم في تويتر انه كويتيون مع قطر، يعني رفضا لهذه الهجمه الشرسه ورفضا لهذه الادعاءات وقطع العلاقات اللي مبنيه على ادعاءات يعني ليست حقيقيه. اللي ابي اقوله بخصوص الوصاية مثل ما قال اخوي صادق، يبدو ان الجماعه حتى هم حاجبين مواقعنا يبدو انهم يتابعونا، يعني حاولوا يرسلون رساله يعني سعادة أنور قرقاش وزير الدولة لشؤون خارجية في الإمارات تكلم إنه الموضوع لا ليس له علاقة بالسيادة ولكن على أن قطر تغير سياستها طيب وفي السعودية نفس الكلام بعد ذكروا إن الموضوع ليس علاقة لها في السيادة. طيب صحفهم اليوم طلعت علينا صحيفة عكاظ لا أقل من الخضوع أو لا أقل من الانصياع بيت نعم. الطاعة أيه. وكان في احد الكاتبات كتبت انه الدوحه في بيت الطاعه، يعني انا باسم ما ادري لي حق اتكلم باسم اهل قطر ولا انا اقول معصي، وهم عارفين اصلا من زمان ان لن يسمح مواطن قطري حتى احنا ما نرضى ان 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 قطر تتنازل قيد انمله اذا فيه تفاهمات بين الساسه. كل الناس يتمنون طبعا الحلول يعني تكون في حلول سياسيه، إذا في تفاهمات مبني عليها تنازلات من الطرفين أهلا وسهلا، هذه أمور سياسة وأمور قادتنا الله يوفقهم بينهم بين بعض. أما أنك أنت تفرض علي أنا كمواطن أنا قارئ مواطن قطري قارئ لصحفك، إذا تستفزني أنت وتقول لي لا أقل من الانصياع وبعدين تطلع لي بشكل رسمي وتقول نعم. الكلام لا يتعلق بالسيادة، هذا غير مقبول. نعم سيد جابر، طبعا سيد صادق مثل ما تفضلت ننتقل مثل ما تحدثت عن رفض الوصاية بلسان ولسان كل أهل قطر وهذا ما ورد طبعا في التصريحات الرسمية القطرية. خلونا نشوف معكم هذا التقرير المعني بهذا الموضوع ومن ثم العودة لاستكمال ما تبقى من هذه التغطية. صحيفة عكاظ السعودية تعنون لا أقل من الانصياع، وفي الجزيرة السعودية تكتب سامر المجرن الدوحة في بيت الطاعة، وتنطلق من هنا أرى قطر في المرحلة الحالية هي بمثابة الناشز. ويقول محمد الطاير
مدير تحرير في الام بي اس. ستخضع قطر لكل الشروط. كان هناك تفكير لفرض وصاية على دولة قطر بفرض سياسات خارجية ومن ثم التدخل في الشؤون الداخلية، والذي تجلى اليوم في بيانات دول المجلس التي أطلقتها للإعلان عن إجراءاتها بتدخل سافر في الشؤون الداخلية لدولة قطر ومخاطبة الشعب بشكل مباشر، وهذا الأمر مرفوض رفضاً باتاً. إذن مرفوض هذا الأمر مشاهدينا الكرام. سيد صادق، كيف تابعت الهجمات؟ طبعا هي مثل ما تفضل سيد جابر، الوتيره ارتفعت، هناك تهديد من قبل الصحف الرسميه في المملكه العربيه السعوديه وفي الامارات ومن خلال الرسميين في تلك الدولتين. هم طبعا وقعوا في التناقض الذي دعوا او الذي ادعوه ان قطر تقوم به، وهو التدخل في الشؤون الداخليه. كل صحفهم وكل اعلامهم والرسائل التي وجهتها وزاره الخارجيه السعوديه للمواطنين القطريين هو تدخل سافر في الشؤون الداخلية القطرية، وهم لا يعلمون مدى علاقة الحاكم بالشعب ومدى علاقة الشعب بالحاكم. لا يعلمون هذا النسيج الاجتماعي القوي في قطر، ولا يعلمون أن الجبهة الداخلية القطرية قوية متماسكة جداً ولله متماسكة الحمد، ويقف ونحن جميعا نقف مع سمو الأمير حفظه الله صفا واحدا، ونعتز بالسياسة القطرية الداخلية والخارجية، ولم نلتفت اصلا لما قالته وزاره الخارجيه السعوديه، بل سخرنا من بعض الردود السعوديه على وزاره الخارجيه السعوديه الذي قالوا هل انتم تفرضون الوصايا على قطر وتنسون شعوبكم الذين لا يجدون مسكنا ولا فرصا تعليميه ولا اجتماعيه. فهنا تناقض شديد، وكل الهدف من هذا كله فرض الوصايا على قطر، ونحن كشعب واحد نقول هذا خط أحمر، وهذا خط أحمر من القيادة ومن الشعب. سيد جابر، بداية أنا أقدم تحية للشعب السعودي الحقيقي، وليس من تغريداتهم متزامنة مع أي قرار. يعني غير التغريدة ما تأخذ 3 ثواني لجيتك 4 ردود مجهزة. أنا ما أتكلم عن الشريحة هذه قد تكون مجندة، لكن أتكلم عن تحية فعلا للشعب السعودي والشعب الإماراتي والشعب البحريني لوقوفهم مع المنطق قبل أن يقفوا مع قطر. نعم. هذه نقطة. النقطة الثانية، يعني هو أسلوب التخويف وأسلوب الترهيب اللي يحصل، هو أعتقد سبق ومارسوه بس بطريقة أخرى في 2014. أنا ما أعتقد عندهم سجون تكفي 20 مليون في السعودية، ولا أعتقد أن الإمارات عندهم سجون تكفي شعبهم كله. التعاطف موجود، لكن هو نوع من التخويف فقط. الرسالة الثانية اللي بوجهها لشعب قطر، أنا اليوم صباحا حقيقة كنت فخور جدا 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 بالوعي، كتبت تغريدة، كتبت ان استثمار عائدات الغاز في العلم والثقافة من اجل الوعي اتت اكلها في ردودها القطر. حتى بعض الناس يقولك يا اخي وش فيكم يا اخي، عادي يا اخي، خارجية تبغى تبين لكم يعني السعودية انكم انتم في القلب. فهموها كلهم ان هذه منافية للاعراض، منافية للاعراف الدولية، وفهموها انك هذا عدم اعتراف بحكومتك، وكلهم وقفوا في وجيههم. ناهيك عن الشعب السعودي مثل ما قال اخوي صادق، فانا اوجه لهم التحيه من الان واقول لهم الموضوع ليس الا تخويف، سواء حتى في قطر الان هم يتوقعون انه بعد الامور اللي طبعا ادعوا كذبا انها والله علشان الامن وكذا، هم فقط يبون يضيقون الخناق لعل وعسى ان والله هالقطر يبدون يتململون او يبدون كذا. وهذا اللي يتابع تويتر ويشوف المجالس واللي يقعد فيها يدرون ان هالقطر كلهم صف واحد مع القياده الرشيده ولله الحمد. هذا يذكرنا بحصار شعب بني ابي طالب، قريش اللي نعم صحيح، عندما منعوا ان يبتاعوا او يبيعوا للمسلمين، وردي اخوي محمد، او الزواج، العلاقات الاجتماعيه، او التعاطف. هؤلاء كفار. وردي وردي هذا في ايام الجاهليه، يعني قبل هذا في والحين ايام الجاهليه. لماذا السيناريو يعاد اعيد في هذه المرحله تحديدا؟ طبعا الوقت انتهى. انا اشكرك السيد جابر بن ناصر المري مدير تحرير صحيفه العرب، وشكر موصول ايضا الى السيد صادق بن محمد العماري رئيس تحرير جريده الشرق. شكرا جزيلا لكم. شكرا لك. وتغطيه مستمره مشاهدينا، ونلتقي بعد قليل في هذه التغطيه الخاصه، فابقوا معنا.
الدوحة يوسف إبراهيم المالكي المدير العام لوكالة الأنباء قطر. تصريحات الأمير سيد يوسف فتحي فلم تنهي عن الإقدام على لقاء جمعه مع الكاتب عددا كبيرا من الأسئلة التي راسها. فيه الكاتب عددا كبيرا من الأسئلة التي راسها. رحب بكم مرة أخرى مشاهدين الكرام في التغطية المستمرة من برنامج الحقيقة، والتحق بنا الآن في هذه الحلقة السيد عبد الله الوذين إعلامي وكاتب قطري. سيد عبد الله يا مرحبا ومسهلا. الله يرحب بك. وأيضا الترحيب متواصل السيد جابر الحرمي إعلامي قطري. سيد جابر يا مرحبا ومسهلا بك. يا هلا يعطيكم العافية. إياكم الله. لكن خلونا قبل ما نبدأ الحوار مشاهدين نشير إلى أن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى قد تقدم مودعي أخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة لدى مغادرته مطار حمد الدولي بعد زيارة أخوية قصيرة للبلاد، كما كان في وداعه سمو الشيخ عبد الله بن حمد آل ثاني نائب الأمير وسمو الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني الممثل الشخصي لسمو الأمير وعدد من أصحاب السعادة الوزراء. وكان حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى قد عقد مع أخيه صاحب السمو أمير دولة الكويت الشقيقة اجتماعا اطلع سموه خلاله على مساعيه الكريمة في محاولة حل الأزمة في العلاقات بين دولة قطر وكل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين من أجل عودة العلاقات إلى طبيعتها ووحدة صف دول مجلس التعاون الخليجي. من جانبه أعرب سمو الأمير عن شكره وتقديره لجهود سمو أمير دولة الكويت الشقيقة المخلصة من أجل حل الأزمة الخليجية. حضر الاجتماع مشاهدين سمو الشيخ عبد الله بن حمد آل ثاني نائب الأمير وسمو الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني الممثل الشخصي لسمو الأمير وعدد من أصحاب السعادة الوزراء، كما حضر أعضاء الوفد الرسمي المرافق لسمو أمير دولة الكويت. سيد جابر، كيف ترى هذا الحراك الدبلوماسي إقليمي ودولي من أجل حل هذه الأزمة، الأزمة الخليجية؟ بداية نحن نقدر ونثمن عاليا الجهود المخلصة التي يقوم بها أمير الإنسانية الشيخ صباح وجهده الدؤوب والتنقل من عاصمة إلى عاصمة أخرى حرصا للم الشمل الخليجي، وهو عودنا دائما على هذه المبادرات وعلى هذه الخطوات الأخوية لعودة المياه إلى مجاريها وعودة اللحمة الخليجية كما كانت. طبعا هناك حرص ليس فقط خليجي، نعم من الأشقاء
في دولة الكويت والأشقاء أيضا في سلطنة عمان بالمناسبة، نعم، الذين أيضا نوجه لهم الشكر والتقدير عاليا. اليوم يوسف بن علوي وزير الدولة لشؤون الخارجية أيضا كان في قبل يومين بالدوحة، واليوم كان في الكويت أيضا التقى مع سمو أمير الكويت الشيخ صباح، نعم، الشيخ صباح. لكن أيضا هناك حرص عالمي، لأن هذه المنطقة حقيقة هي منطقة استراتيجية ومنطقة حيوية للعالم أجمع، وبالتالي هي البقعة الوحيدة تقريبا التي بها استقرار وبها نمو وبها حركة اقتصادية، وأي إضرار بهذه المنطقة يؤثر على السلم والاستقرار العالمي. وبالتالي رأينا هناك ترحيبا وجهودا دولية بأهمية حل هذه الأزمة وعدم إطالتها أو عدم الاستمرار فيها. رأينا ذلك باتصال الرئيس الأمريكي على سبيل المثال، نعم، أيضا الأوروبيين فرنسا ألمانيا كل هذه الأطراف العالمية تحرص على أن يكون هناك استقرار. وبالتالي استمرار هذا الخلاف ليس في صالح أحد، لا حكومات ولا الشعوب الخليجية قبل الدول الغربية أو العالم الغربي. نحن ننظر إلى مصلحة خليجية خليجية بالدرجة الأولى، استمرارها حقيقة مع كل دقيقة وكل ثانية يضرب في الأسس الخليجية، يضرب في النسيج الخليجي. لذلك نحن نتطلع حقيقة ألا يكون فجر الغد قد أتى وتم حل هذه الأزمة ضمن الأسرة الخليجية الواحدة بإذن. إذن ليس في صالح حد كما تفضلت مسألة الأمن والاستقرار تشمل دول مجلس التعاون، والإضرار أيضا يشمل بالتأكيد دول مجلس التعاون. أنتقل لك سيد عبد الله، كما تفضل السيد جابر قبل قليل وعطنا ملخص عن ما قام به أمير الكويت أبو ناصر الله يحفظه من أجل رأب الصدع بين دول مجلس التعاون، وأيضا تحدث عن الجهود الدولية في اتصال ترامب اليوم مع سمو الأمير لحل هذه الأزمة. ككاتب قطري كيف تابعت هذه الأزمة حتى الآن؟ في الحقيقة أنا تابعتها بكثير من الصدمة من يوم بداية الأزمة، من بداية التلفيقات التي حدثت والسيناريو الذي حصل لحد ما وصل إلى قمته الآن، وهي قطع العلاقات وقطع جميع الأواصر بين شعوب الخليج. علمنا من البداية من طريقة الفبركة التي حدثت عندما أعلن عن الأخبار في وقت متأخر من الليل وبطريقة سريعة جدا، بحيث تلقفتها بعض القنوات مثل العربية وأخواتها، وتم النشر خلال دقائق إلى جميع الوكالات المرتبطة بها، سواء كان في الإمارات مع كل أسف أو في المملكة العربية السعودية، واستمروا في بث هذه الأخبار وتكرارها بالرغم من النفي الذي صدر من مكتب الاتصال الحكومي من سعادة السيد سيف بن أحمد الثاني بعد الاختراق بنصف ساعة تقريبا. ولكنهم تجاهلوا هذا النفي، وتجاهلوا أيضا البيان الذي صدر لاحقا بالنفي من وكالة الأنباء القطرية، وتجاهلوا جميع البيانات التي صدرت، وهذا يدل بأن هنالك نية مبيتة ومسرحية هزلية. نعم، ومسرحية ما زلنا نعيش لحد الآن تأثيرها، يعني تأثيرها هي مسرحية لم تنتهي، يعني شر بلية ما يضحك مستمرة طبعا. يعني هل 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 ممكن أن تؤدي الفبركة إلى قطع أواصر القربة؟ هذا هو السؤال. الغريب بأنهم نسوا جميع الفبركات الآن وتوجهوا مباشرة إلى قطع العلاقات دبلوماسية، إلى هدفهم الرئيسي، نعم، وهو قطع العلاقات أو محاولة التأثير على قطر لفرض أجنداتهم الخاصة. نعم سيد جابر، اليوم أيضا ظهر البيان، بيان وزارة الداخلية بخصوص جريمة القرصنة واللي تعرض لها موقع إلكتروني لوكالة الأنباء القطرية، كيف تابعت البيان؟ هذا تأكيد لشفافية قطر. قطر عندما أعلنت منذ اللحظة الأولى أنها بدأت التحقيق وأنها سوف تعرض كل النتائج أمام الرأي العام المحلي والخليجي والدولي، هو اليوم قدمته قطر مختصرا لمؤتمر صحفي أوسع للإعلان. لكن اليوم أعلنت قطر أن، وبمناسبة مشاركة دولية، عندما يكون هناك الـ FBI من الولايات المتحدة ومن بريطانيا، هذه شفافية، هذه شفافية أنها ليست فقط تحقيقات قامت بها الأجهزة المعنية في دولة قطر، إنما أشركت من هي كبريات الدول للتأكيد أن هناك قرصنة حدثت بالفعل
لوكالة الأنباء القطرية، وتم استغلال هذه القرصنة لخلق هذه الفبركة وهذه المسرحية وهذه الفصول المتتالية فيما بعد. لكن عندما تعلن قطر حقيقة اليوم تؤكد من جديد أن هذه الشفافية، وهذا ما نريده للرأي العام الخليجي. نحن للأسف الشديد كل هذه الزوبعة، واليوم الرأي العام الخليجي لا يعرف ما هي القضية، ما هي التهم الموجهة إلى دولة قطر، ما هو ذنب قطر أن يصل الحال إلى هذه الوضعية وهذا الحصار وهذه العدوان الحقيقي على شعب وعلى حكومة دولة قطر. لماذا لا يتم إشراك المواطن الخليجي في القرارات؟ هذه القرارات مصيرية بالمناسبة، هي لا ترتبط بسحب سفير شخص أو شخصين أو عدد من الدبلوماسيين، هي اليوم ترتبط بمصير مجلس التعاون، ترتبط بمصير شعوب هذه المنطقة. لماذا لم تقم هذه الدول الشقيقة بوضع هذا الملف بالكامل أمام الرأي العام الخليجي؟ هذه هي إن كانت هناك تهما، هذه الأدلة، هذه الأدلة نعم قدموها نعم ضعوها على الطاولة حتى تكون هناك إدانة. إن كانت هناك حقائق كما تدعون منذ 2014 بالمناسبة عندما حدثت القضية السفرة، قالت قطر وطالبت هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، وإلى الآن من ذلك التاريخ لم يحصل شيء. نعم لم يحصل شيء، والقضايا تتكرر، ونأمل أن يكون أن تكون هذه الأزمة توجد حلولا جذرية وعلاقة صحية في العلاقة الخليجية، سواء كان ذلك على حتى على المستوى الرسمي عندما يحدث خلال يتم حصره في إطاره الحقيقي دون إنزاله وإسقاطه على الرأي العام الخليجي. نعم من المهم جدا أخي أن يكون الرأي العام الخليجي مشارك في صنع القرار وليس مغيبا عن الأحداث ثم يتفاجأ بين يوم وليلة أن هناك أحداثا بهذه الجسام تحدث. نبقى في مسألة الرأي الخليجي، انتقلك سيد عبد الله، كيف تابعت ردود الفعل الخليجية حول الأزمة؟ وأيضا مثل ما تفضل أبو سالم قبل قليل بأن هناك تكتيم على الرأي الخليجي من أجل تضليل هذا الرأي باختصار، ولو كانت هناك أدلة فهاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. شر البليث ما يضحك لما تفضل الأستاذ جابر وقال بأن الرأي العام الخليجي يشارك في القرار. الرأي العام الخليجي الآن يقمع من إبداء مشاعره، فما بالك بالمشاركة في القرار. إبداء المشاعر الآن في الإمارات، إبداء التعاطف مع دولة قطر يعرضك للمسائل القانونية والعقوبة بغرامة تصل إلى نصف مليون درهم أو السجن 15 عاما. هذا لمجرد إبداء التعاطف، فما بالك بإبداء رأي في سياسة حكومة أو يعني التطور إلى المشاركة. فالحالة يرثى لها للأمانة. فعلا نقطة مهمة هذا، إذا التعاطف مثل ما تفضل السيد عبد الله الودين الكاتب أن هناك سجن، فما بالك بإبداء الرأي والحديث عن ما يعني هذه مثل ما تفضلت، يعني دائما مثل هذه القرارات المصيرية تهم الشعوب، ومن الأفضل إشراك الشعوب وجعل هذه الشعوب على بينة، يا جماعة الخير يا شعوب خليجية هذا ما قدمت وهذا ما قدمت وهذا البيانات وهذه الأدلة. هذه القرارات هذه القرارات أخوي محمد دليل على أن ليس هناك إقناع. الرأي العام الخليجي غير مقتنع بهذه التبريرات. لو كانت هي تهما صادقة لما اضطرت هذه الحكومات إلى أن تقمع شعوبها بهذه الطريقة. أنا أتصور أن مرتكبي الجرائم والفساد والسرقات والنهب لا تصل عقوبتهم إلى 15 عاما، بينما تغريدة 140 حرف ممكن أن توصل صاحبها بسجن 15 عام وغرامة مليونية. كان أنا أعتقد أن هذه سابقة ليس فقط على الصعيد الخليجي، أنا أعتقد أن على الصعيد العالمي أجمع لم يسبق أن أقدمت دولة على حتى في جزر الواقواق أن أقدمت على هذه الخطوة بمجرد أنك أنت تتعاطف مع دولة أو أنك تتبنى تغريدة يصل بك الحال إلى هذا الجرم وهذه العقوبة وهذا وربما يعني فتحت الباب للسخرية. اليوم الجريدة النبساوية فتحت، وإذا كان الأخوان في برشلونة حاطين شعار الخطوط الجوية القطرية وهذه الصورة الحين أمامنا، هذا هل ممكن أن أصل إلى خمس سنوات وعشر سنوات وتهم تصل إلى يعني تهم جرم، تهم مخدرات، تهم قتل بالعمد؟ أنا أبقى في هذا الموضوع، يعني كيف ممكن مثل هذه القرارات اللي اتخذها النائب العام الإماراتي أن تكتم من آراء الشعوب؟ سيد عبد الله للأمانة أنا أشفق بصراحة
أشفق على الشعوب الخليجية في الدول الثلاث، لأننا في قطر كما ترى الآن نتمتع بالحرية، نتحدث في أي شيء نريده، وبإمكاننا أن نعارض حتى سياسة حكومتنا. أما هم الآن فزاد القمع قمعا، لذلك هم حتى إبداء الرأي يعني لا يستطيعون إبداء آرائهم. فنحن الآن يعني وضع الشعب القطري، أنا يعني أوجه رسالتي للشعوب الخليجية، ترى احنا بخير في قطر، والله العظيم احنا بخير، شوفت عينكم كل شيء متوفر ونقدر نتكلم على راحتنا، بينما أنتم الله يكون في عونكم يعني زاد التضييق عليكم بعد الأزمة. أنتم الآن في أزمة، لسنا نحن يعني الأزمة الآن، الأزمة الآن على 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 شعب الإمارات مع كل أسف بسبب البيان الذي رأيناه، لأن مستحيل أن يكون أن يرضى الإماراتي على أخيه القطري أو ابن أخيه أو خاله عمه. أنا متأكد بأن هنالك مشاعر متأججة ولكنها كبتت، وهذا يشكل ضغط نفسي على المواطنين سواء الإماراتيين أو السعوديين. نعم، حنا أيضا المملكة العربية السعودية الشقيقة الكبرى، والتي لا زالت الشقيقة الكبرى للأسف، اتخذت القرار نفسه بأن هناك سجن وهناك عقوبة وهناك دفع غرامات. والمؤسف، كل المؤسف، بأن العرب يعني ومن يتشدق بمعاداة إسرائيل، خرج إعلامي سعودي على قناة إسرائيل متهجما على دولة قطر على قناة إسرائيل. وصلت المواصيل إلى 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 التنسيق الإعلامي مع إسرائيل من أجل جارك شقيقك. أنا قبل هذه النقطة، بس أنا اليوم أعتقد أن الحصار لا تعيشه قطر، الحصار الحقيقي الآن تعيشه الشعوب التي تعاني هذا القمع. قطر إعلامها منفتح، تستقبل حتى الصحف المعادي، أنتم تعرضون اليوم على الشاشة الصحف التي تنتقد قطر، بينما الآخرين لا يستطيعون أن يدخلون على موقع قطري، كلها المواقع محجوبة. إذن من هو المحاصر؟ الشعب القطري أم شعوب الدول الأخرى؟ الشعب القطري منفتح ومطلع ويراقب حتى إعلام الفبركة وإعلام السخرية. اليوم أصبحنا للأسف حتى الإعلام الخليجي الذي كنا ننظر إليه على أنه به من الرقي ومن الفكر ومن الموضوعية والمهنية درجة عالية، اليوم أصبحنا أقولها من بين قوسين أثروكة. أصبحنا نوع عندما تقرأ الخبر وتقرأ الموضوع تقول من، هل يعقل أن الصحف والإعلام الخليجي وصل إلى هذه المرحلة؟ كنا ننظر إلى إعلام بعض الدول على أنه إعلام أصبح ينخر فيه السوس وأصبح إلى مرحلة الحضيض، انتقلت هذه العدوى ويظهر أنها نفس الغرف التي كانت تدير إعلام دول أخرى هي نفسها التي تدير إعلام بعض الدول اليوم. لذلك أسفنا كبير أن يصل إعلامنا إلى هذه المرحلة من السوء وإلى هذه الدرجة. أما فيما يتعلق أن أنا أبغيك قبل ما تنتقل لهذا، تعليقك على ما اتخذت المملكة العربية السعودية من نفس الإجراء اليوم يعني أنا ما أدري إيش اللي حاصل، أن الأخوة الإماراتيين وجهوا رسالة إلى الشيخ صباح بأن ما ذكره الأخوة والأشقاء في السعودية نحن معهم في هذا المجال، هذا عارفين السياسة موحدة، لكن مسألة أن تتخذ المملكة العربية السعودية بأن أي مواطن سعودي من 24 مليون يتعاطف مع دولة قطر من قريب أو من بعيد، السجن والعقوبة. لماذا الخوف من وهذا الفزع من تعاطف أو من تغريدة أو من كلمة أو من واتساب؟ لماذا الخوف أن يكون المصير في الشقيقة السعودية أو الإمارات إلى هذه الدرجة من الصورة المراقبة؟ تحولت للأسف الشديد الأجهزة الأمنية بدلاً أن تحفظ الأمن أصبحت تلاحق مواطنيها، أصبحت تقمع الكلمة والحرية، ونحن في عصر الفضاء المفتوح، عصر في حرية الكلمة، نتحدث أن والله نعيش حالة من هامش من الحريات، وإذا بنا نخاف من تغريدة لا تتجاوز 140 حرفاً، نخاف أن تهدم دولة أو أنها تضر بالأمن القومي كما تحدث النائب العام الإماراتي أنها قد تخلل الأمن الوطني أو أنها قد تفكك المجتمع إلى هذه الدرجة من الهشاشة أصبحت مجتمعاتنا وأنظمتنا، هل يعقل ذلك؟ وين العقول اللي بتستقبل مثل هذه الكلمات؟ أنا أنتقل لك سيد عبد الله بخصوص طبعا تصريح بعض الإعلاميين في المملكة العربية السعودية والخروج على قنوات إسرائيلية، يعني شيء مؤسف له صراحة. هذا أمر مؤسف جدا، والأمر لم يصل إلى هذا فقط، ولكن قرأت تغريدة
يوم أمس لسفير إسرائيلي أو صهيوني سابق بأمريكا تغريدة بالنص، كتبها بالإنجليزي وقال فيها بالنص: لم تعد إسرائيل عدوة للعرب، بل أصبح العرب وإسرائيل أعداء للإرهاب القطري أو لموقف قطر الدعم للإرهاب. هل هنالك موقف مزري أكثر من هذا الموقف للعرب وللمسلمين وللدول التي تتشدق بأنها حرية الإعلام يعني عندها حتى جماعة سكروا؟ أنا بعلق بس على كلمة من شوية أنت قلتها بخصوص العقول، لم يعد هنالك عقول، هنالك قوة قمعية أجبرت جميع من له جماهيرية، سواء كان مطرب، سواء كان رياضي أو إعلامي، وجيروه جيروا حسابه لنشر تهديداتهم وكذلك لنشر إساءاتهم إلى قطر. ولا بالله عليك يعني بيان يتحدث عن أصل أسرة، ما شأن بعض المطربين الكبار بهذا البيان أن يعملوا له في تويتر ريتويت؟ أشهر المطربين، مطربين عرفوا بإحياء الأعراس، ما شأنه في بيان يتكلم عن أسرة تحكم دولة أخرى؟ إذا هناك استقلال لجميع الفئات، هنالك استقلال للجميع. وأنا للأمانة سمعت هم أدخلوا أيضا شعراء النبط وأدخلوا أهل الشيلات التي أخذت الساحة الآن، أدخلوا جميع المجالات، هم يريدون أن ينفذوا أجندتهم بأي طريقة كانت، سواء إن كان بالمال، هم بدأوا بالمال للأمانة بدأوا بالمال، ولكن عندما رأوا بعض الصحفيين والإعلاميين خاصة في السعودية أظهروا بعض التعاطف جروهم، وهذا الكلام وصلني من بعض الإعلاميين السعوديين قال عبد الله لا أستطيع، من الآخر، وهم قمة في النزاهة، إعلاميين وكتاب ورسام كاريكاتيرات، قال لي بالحرف الواحد عبد الله لا أستطيع. هل له عقوبة المحايد اللي ما يتكلم؟ الله أعلم العقوبة، يعني مستقبل نرى عقوبة لمن لا يتحدث ضد قطر؟ المصيبة غير مستبعد، المصيبة الآن أن حديثهم تعدى الحديث عن حكومة قطر إلى التعدي على شعب قطر، وهذا يدل بأن الحملة ليست سياسية فقط ولا إعلامية، ولكن حملة لشق الصف وإحداث شرخ كبير بين الشعوب القطرية، الشعوب الخليجية المتماسكة والمتصاهرة. حدثني أحد الأخوة قبل قليل قال إحنا جايين من السعودية، هو خواته سعوديات وجايبهم يبغى يدخلهم قطر لأن حريم، هم سعوديات ولكن هو الرجل هو القطري، لذلك حب أن يدخلهم مع المركز السعودي، فقالوا لا ما يطلعون نهائيا. قال لي طيب هذول خواتي سلوى، هذول مركز سلوى، قال نعم. ما تطلعون للسعودية، ما تطلعون لقطر كسعوديات، فحاولوا معهم يعني يمين يسار باللين، في الأخير قالوا خلاص ممكن تدخلون بس روحوا اسحبوا شنطكم من بداية المركز إلى آخره، النساء يسحبون شنطهم ليش من بداية طيب. المركز إلى آخره، لأنهم جاتهم أوامر ولكن لا تستند إلى قرار واضح، جات أوامر بالتليفون، ممكن لا تخلوا حد يسوي هالشكل، لا تخلوا حد يروح، لذلك هو عبد المأمور عسكري فقال لهم لا ما تروحون، فلما شاف الأمر أنه يعني أمر يعني خلاص عائلة بتروح قال لهم روحوا اسحبوا شنطكم، خايف للضابط أنه يحاسبه. الأمر أنا أتوقع بأن الأوامر التي تأتيهم أوامر قوية جدا ومن رأس الهرم، ليست مجرد أوامر بسيطة، ليست اجتهادات من مسؤولين صغار بل من مسؤولين كبار، لذلك نجد الموظف في حيرة من أمره، يعني يعلم جيدا بأن ما يفعلها الآن يخالف كل الأعراف ويخالف الأخلاق، نعم، فيضطر أنه يتعسف، نعم، خوفا من العقاب، نعم. هذا بعد ما تذكرنا قبل قليل كان معنا الأخ أبو تركي مواطن قطر يقول أكلم خالي وابن خالي في الإمارات ويتحدث معي بطريقة يعني دبلوماسية رسمية. أو بطريقة فيها من نوع من الجد، البيان مخيف يعني صراحة. احنا شفنا البيان يعني يتعلق البيان في شبكات التواصل الاجتماعي ايضا من خلال التلفونات، يتكلم معي بطريقه جدا قريبه وفيها نوع من الخوف ويبعث الرسائل، هذه مشكلة. يعني فيها يعني اعذرنا على ما يحدث الان. طبعا الوقت انتهى، وحاب اشكركم في نهايه هذه التغطيه السيد جابر الحرمي اعلامي قطر، شكرا جزيلا لك. شكرا لك، ونتمنى ان نلتقي ان شاء الله مستقبلا، والشكر موصول لك السيد عبد الله بن محمد الودين كاتب واعلامي قطري، وايضا نتمنى ان نلتقي مستقبلا. اللهم امين ان شاء الله، حياكم الله. طبعا والشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على كرم المتابعه،
إلى هنا وصلنا معكم إلى نهاية هذه التغطية. في الختام لكم مني التحية والتقدير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيه الكاتب عددا كبيرا من الأسئلة التي رافقت